أعزائي مشاهدي سيسات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. النهاردة بنقدم التهنئة بمناسبة عيد الأب لكل أب في الأسرة، لكل رجل محترم في أسرته يربي عياله تربية حسنة بدون يعني أي تخصص. الأب هو أب في كل الدول في كل العالم. اليوم العالمي للأب النهاردة، عيد أب سعيد لكل الآباء ولكل الأمهات كمان. يعني احنا مننساش دور الأمهات، لأن الأم هي المدرسة الأولى، الأب هي المدرسة الأولى الموازية لمدرسة الأم. فكل سنة وكل أب طيب في كل أنحاء العالم بكل التوجهات، لأن الأسرة هي كيان المجتمع الصحي، سواء بغض النظر بقى كان دينه إيه، عرقه إيه، شكله إيه، لونه إيه، هو الأب أب في كل أسرة. ربنا يبارك في حكاية الأبوة دي ويجعلها دايماً دايماً يا رب للأبناء، في من جيل إلى جيل زي ما بيقولوا كده، يعني من جيل إلى جيل إيه في التربية وفي القدوة وفي التقدم والرقي. فالأب مهم جداً، عمود أساسي في الأسرة زي الأم بالظبط، لا ينقص من حق الأم أو لا ينقص من حق الأب. كل سنة وكل أب طيب. هابي فاذرز داي. الحقيقة يعني بنبتدي حلقتنا دايما بأخبار البانديميك اللي احنا عايشين فيه، أو مش هقول بانيك، احنا مش في هلع، احنا يعني دلوقتي في حل اللي هو التطعيم، وهقوله بعد اخبار كوفيد 19. ناخد طبعا السكيلز الهائله اللي عاملاها جامعه هوبكنز اللي ما زالت مستمره بتقول عن الارقام، وصلنا ل 178 مليون و 331 الف 44 حاله اصابه، والعدد الوفيات قارب من 4 مليون. ربنا يرحمهم جميعا ويعز اسرهم، كلهم غاليين وأعزاء على قلوبنا جميعا في كل المجتمعات في كل الأسر في كل الأحوال. ربنا يرحمهم جميعا، لأن دول يعني هم خطأ بشري أودى بحياة 4 مليون بني آدم في العالم. ربنا يرحمنا من الأخطاء البشرية، وإن شاء الله تكون الأبحاث العلمية أكثر دقة في اللي جاي، وأتمنى إن الخطأ ده مش يحاسب عليه سواء كان في الصين أو في غيره، لكن يعني يتم الإشارة إليه، يتم تحجيمه، تحجيم هذا العمل العلمي اللي هو بيبحث في عالم الفيروسات من غير عامل الأمان اللي هو السيف فاكتور. الحاجة اللي هي يعني تخلي الإنسان في أمان إنك ابحث والعلم متاح لك في كل حاجة، لكن مش بسباق لأنك أنت عايز تاخد سبق حاجة معينة. خطأ علمي مؤكد المفروض أنه يثبت على الصين، لكن في حالة الرئيس بايدن أعتقد أن لا، هو حتى جمع الملفات بتاعته لكن لغاية دلوقتي ما فيش إشارات، لكن كان طبعا الرئيس السابق ترامب بيقول أنه هو بيدي إشارة للصين، ولكن أشك برضو أن الصين كانت تعاقب لأنها رؤوس أموال أوروبية أمريكية موجودة في الصين، وفي حاجات كتيرة قوي بتدل على معمل وهان في الصين هو المتسبب في هذا. اللي خدوا الفاكسين في أمريكا تقريبا الأمريكان كله تقريبا ما عدا الأطفال، 317 مليون 438 ألف 268 أمريكي حصلوا على الفاكسين. أعتقد دي نسبة تعدي أكتر من 90%، وبكده اعتقد ان امريكا ابتدت تفتح فعلا، المطاعم بدات، القاعات ابتدت، الاماكن العامه بقى الخيار لك انك انت عايز تروح وتلبس الماسك او لا، على حسب انت يعني استيعابك لان مفيش فيروس موجود بالمناعه الجماعيه. نشكر ربنا ان ادى العلماء هذه الفكره اللي هي التطعيم الجماعي وفي وقت قياسي قبل ما يبقى في تطور للفيروس او تحور للفيروس من بعض الدول. لكن احنا بنأمل ان العالم كله ياخد الفاكسين ويصبح في امان بالمناعه الجماعيه. نشوف كمان دوله زي البرازيل مثلا، لو تقدر تجيبها لنا،
البرازيل 17 مليون 883 ألف 750، في 500 ألف حالة وفاة، ودي العدد الثاني بعد أمريكا. اللي حصلوا على الفاكسين 81 مليون، وده مش قليل بالنسبة للبرازيل، مش قليل، 81 مليون 83 ألف 471. البرازيل تعدادها حوالي 120 مليون أو 110 مليون، ف81 إحنا وصلنا إلى برضو شبه المناعة الجماعية في البرازيل، وبدأت الحالات الوفيات تقل وأيضا الإصابات تقل. نشوف إنجلترا مثلا، إنجلترا أو فرنسا أو أسبانيا اللي قدامك، يعني اللي هم بيمثلوا، واحدة منهم بتمثل أوروبا يعني، لأن هو أعتقد إن كلهم ماشيين مع بعض. ماشي، هات فرنسا. فرنسا كانت عدد الإصابات 5 مليون و8 من عشرة، يعني تقريبا 6 مليون اللي وفاتهم المنية، ربنا يرحمهم جميعا، 110,900 برضو عدد كبير. الذين تلقوا الفاكسين في فرنسا 47 مليون 714,865، من حوالي 80 مليون او من 75 مليون في فرنسا. فتقريبا كده احنا وصلنا لاكثر من 50%، من 50 ل 60% في فرنسا، فهي يعني ها على هبة الاستعداد انها تبقى للمناعة الجماعية في فرنسا والمانيا واسبانيا، عقبال يا رب مصر والدول العربية كلها. طبعا في دولتين في الشرق، الامارات واسرائيل، عدوا 80%، ويا رب الكل يلحقهم. واحنا بنقول للمصريين ان في 3 او 3 ل 4 مليون تم، يعني العدد صعب قوي ان انا اقوله، لكن هو في الاخر هات انجلترا كده 4 مليون 646 الف 65 حالة إصابة، 128,240 حالة وفاة. الذين حصلوا على الفاكسين 74 مليون 916 بالملايين، فهو ده الحل الوحيد اللي أقره العلماء على مجمع من الدنيا كله، لأنهم كانوا متواصلين دايما بالأبحاث في كل أنحاء الدنيا بما فيهم مصر كمان، لأن مصر كانت من ضمن المشاركين بإيجابية في التطعيم الأول في الاختبارات الأولانية اللي هي بالمئة ألف وبالمئة وخمسين ألف. يعني ربنا يسهل كده ونشوف مصر كمان يبقى فيها 74 مليون من الطعامين. وأعتقد أن القيادة السياسية ما لا تدخر جهدا في أنها تتعاقد مع جونسون أو استرازينيكا أو سينوفارم أو سينوفاك وريفر المتاح قدامك، خده لأن الصحة العالمية أقرته. حضرتك مش مطالب إنك أنت تنقي، اللي يجي لك هو ده الأمان بالنسبة لك. هو المشكلة بتاعت التطعيم إن هو بيدي مناعة جماعية، لأن بيدي أجسام مضادة ضد الفيروس بحيث إنه يساعد الجسم البشري على إنه يقاوم الفيروس بنسبة 95%. مفيش حاجة بنسبة 100%، لأن الجسم البشري في حاجات وتحورات واستثناءات موجودة في داخل المستشفيات، حتى هذه اللحظة الأطباء بيفسروها بالعافية. فيعني لما يبقى فيه في المجمل، أعتقد أنك حضرتك لازم تروح وتاخد الفاكسين من غير أي مناقشات، هو الحل الوحيد. ونشوف المسؤول عن الصحة في مصر بيقول إيه مع أول مقال، رئيس قسم المناعة في جمهورية مصر العربية بيقول إيه عن الفاكسين وإن هو الحل الوحيد. نشوف المقالة بتقول إيه كده. رئيس قسم المناعة والحساسية يكشف عن الحل الوحيد للقضاء على كورونا، وده بتاريخ 15، يعني من حوالي 4 5 أيام. قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح أن الحل الوحيد للقضاء على كورونا هو الحصول على لقاح كورونا، موضحا أن الدولة تعمل على توفير أكبر نسبة من اللقاحات للمواطنين. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة الذي على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية ريهام السهلي طبعا معروفة، أن الحصول على لقاح كورونا من الأشياء الهامة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن اللقاح يقلل من أعراض كورونا، أن لقاحات كورونا متوفرة لمن هم فوق 18 عام وما عدا السيدات الحوامل. وأكد أن مصر تقوم حاليا بتصنيع لقاح كورونا محليا، لكن الإنتاج لم يعلن بعد، وأنه سيتم بعد ذلك تأمين الاحتياجات والأمن القومي، وبعد ذلك يتم التصدير لأفريقيا. ولفت إلى أن أصحاب أمراض المناعة الذاتية والأورام عليهم الحصول على اللقاح الصيني، ولكن دون ذلك عليهم الحصول على أي لقاح.
وأشار إلى أن جميع اللقاحات آمنة ولا يوجد أي مشكلات، وكشف أن الأعراض التي تنتج بعد الحصول على لقاح كورونا تكون خفيفة، ودي محسوبة جدا لارتفاع في درجة الحرارة ووجع في مكان الحقنة، وأحيانا بتبقى في بعض الحاجات دوخة وغيره، لكن كلها محسوبة لأن هي مقننة بالمعامل، يعني ما هيش كده هوجائية. وأوضح أن الأطفال عندما تحصل على جرعة العام والنصف يتعرضن لارتفاع في درجات الحرارة، فارتفاع حرارة الجسم بعد الحصول على لقاح كورونا غير مقلق، وأكد أن هناك شائعات كثيرة بخصوص اللقاحات، وهناك أسئلة كثيرة عن نوع اللقاح الأفضل. معلقا، يا ريت محدش يستمع للشائعات، وكذلك الحصول على أي لقاح متوفر من المسؤولين الكبار، دكاترة بيقولوا ما تسألش أين اللقاح ولا تقارن، هو الاتنين هيدوا لك مناعة، والمناعة الجماعية مطلوبة لملايين لملايين على أساس أن هذا المرض يعبر عن العالم بسلام، كفاية 4 مليون اللي راحوا. يعني حضرتك لما بتأجل بتعرض نفسك للإصابة، وبتعرض الآخرين أيضا للإصابة، فياريت محدش يأجل، ياريت محدش يناقش في الموضوع ده، لأن لا حضرتك طبيب ولا خبير في الحساسية ولا الأمصال. عندك مانع تروح للدكتور بتاعك يكتب لك المانع، في مانع طبي أوكي، مانع معنوي مرفوض، مفيش مانع معنوي. يعني إيه مانع معنوي؟ أنت مريض لازم تاخد علاج، علاج الكورونا هو التطعيم، الكل أقر على مستوى العالم بهذا العلاج، هو مش علاج، هو تحصين. العلاج قادم إن شاء الله، في شركات أمريكية ستعلن عنه قريب، لكن مش متاح، مش متاح في السوق، مش في سوق الأدوية، ممكن أن يتاح آخر السنة، ممكن يتأخر شوية، لكن الأمل دلوقتي هو في اللقاح. يعني أنا بناشد كل المصريين بالذات، لأن في مناقشات حول اللقاح المتاح، روح خده، كل اللقاحات آمنة بما فيهم الصيني، ما فيش عليه، طالما أقرته منظمة الصحة العالمية هو آمن، عليه دراسات وأبحاث، وهو بيتاخد كحالة طوارئ، لأن هو المفروض أن اللقاحات دي علشان يعني تؤمن ب100% لازم تجرى أبحاث عليها أو تحاليل أو متابعة لسنين عديدة، لكن هو سرعه بالوقت على أساس أن إحنا في هلع وفي حالة وباء منتشر لابد من مواجهته. نشكر ربنا أنه أعطى العلماء هذه الفكرة، فكرة اللقاح، واتعمل بكذا طريقة علمية جديدة. في ناس ما زالت في هذه اللحظة بتشكك فيه، لكن لا تذهب معهم الكل. يعني أمريكا دلوقتي بتفتح المطاعم وغيره وغيره وغيره، والوظائف بدأت ترجع، فيعني خير دليل. 317 مليون أمريكي تقريبا، ما فيش غير الأطفال اللي ما خدوهوش، حتى الحوامل دلوقتي أعتقد في أمريكا بيصرحوا لهم أنهم ياخدوه. فيعني حضرتك خايف من إيه؟ اللي أنت خايفه هي حقنة، ومش حقنة سم ولا حاجة، دي حقنة تطعيم زيها زي التطعيمات اللي خدتها من وانت طفل، ما كانش ليك رأي، ووالديك بيودوك الصحة علشان تاخد التطعيم، فلما يكون ليك رأي يبقى رأي إيجابي مش رأي سلبي، ولو سلبي خليه لنفسك. لكن الأطباء كلهم أغلبهم يعني إجماع أن اللقاح هو الحل. ربنا يبعد عنكم الأمراض، وربنا يشفي كل الذين أصابهم هذا المرض، ويرحم كل الذين توفوا بهذا المرض، ربنا يرحمهم جميعا من كل أنحاء العالم، من كل الأجناس، من كل الأعمار، يا رب، لأن دول كانوا سبب خطأ بشري، يعني ما لهمش ذنب، لكن أنت يا رب سمحت بهذا الخطأ أنه ينتشر، لنتعلم منه جميعا أن أخطائنا هي اللي بتودينا في داهية، بسماح من ربنا، لأن إحنا عندنا الإرادة الحرة، ربنا بيمنع طبعا، بس مدي لك الإرادة أنك تختار أنك تعمل الخطأ أو لا. فما يعني الموضوع يقولك ليه ربنا سكت على أساس أنه جاب الوباء؟ ربنا ما سكتش ولا حاجة،
ده بالعكس، ده هو في رحمة من الوباء من انتشاره، ان 85% اللي بياخدوا المرض ده كانوا بيخفوا. المشكلة كانت في 15% اللي صنعت هذه الملايين. وربنا برضو تدخل وأعطى العلماء العقل الذين يفكرون به والنضوج العلمي حتى ينتجوا لنا حلا، حلا علميا. فيعني ما تلومش إلا نفسك يا بني آدم، لأن أنت بلا عذر أيها الإنسان، أنت اللي بتعمل الخطأ. حتى في الحروب، هو ربنا لم يأمر بالحروب ولم يأمر بالشر ولا بالقتل، ولكن أنت كإنسان أنت اللي عايز ده، أنت اللي عايز السلطة، أنت اللي بتصارع على ده، أنت اللي بتعمل ده، فأنت ده خطأ بشري. ربنا مديك الإرادة الحرة إنك تصنع ده. دي مرحلة هذه الحياة. نشكر ربنا إنه ربنا بيدي حكمة للناس إنها تسوس العالم، وربنا برضو بيسوس العالم بيقود العالم في الآخر، لكن مع إعطاء الإنسان حرية الإرادة في الاختيار ما بين الخير والشر. موضوعنا النهاردة هو برضو هناخد سلسلة في الدولة المدنية والدولة الدولة الدينية. هل يعني تفتكروا إن رموز السلفية أو التيار المتشدد الإسلامي اللي هو الاسم ده اسمه كده، يعني السلفية ده معنى تيار متشدد إسلامي بياخد الرأي الواحد ويمشي بيه، وهو ده تفتكروا إن هو أحد رموز السلفيين؟ يعني لما يبقى مدى قدام القضاء ويدلو بهذه الأسئلة أو الإجابات التي يعني مش عارف أقول ليها معنى ملهاش معنى، هل الشخص هو المهم؟ لا، الشخص مش مهم، المهم الفكر نفسه. هل الفكر ده كان موافق عليه القضاء؟ القضاء قال حاجات كتيرة قوي، قال حاجات كتيرة تمشي على الإخوان والسلفيين والمتزمتين واللي بياخدوا النصوص ويلو عنقها، وهم ده هو ده النص ده. فأنت عندك نصوص للسلم الاجتماعي موجودة، انت يعني انت بتذهب ليه لنصوص تانية بفقه تاني؟ جايز النص ده ممكن يبقى واحد مفسره بطريقة سلمية ما بتعجبكش، انت اللي بيعجبك بس انك انت تسيطر وتلوي وتعمل ولا تقبح جماح غضبك. هي دي النقطة، هي دي الفكرة. هل السلفي ده لما بيخاطبك بيخاطب عقلك ولا بيخاطب حماسك وتعديك، يعني بيشجعك على الشر؟ ما هو شر انك تتعدى على الاخرين، ان تتميز عن الاخرين. ربنا ما اديكش الميزه دي لان ربنا خلق الدنيا سواسيه. انت عايز تعمل ايه في نفسك؟ يعني انت هو بيديلك ده، هل انت عندك عقل انك انت تغربل تفلتر؟ طب لو ما عندكش بتلجأ لمين علشان يقولك؟ وفي الاخر خالص لا طلع لا هو مفتي، الراجل ده لا هو مفتي ولا هو داعية ولا هو سلفي. دي مشكلة. يعني إذا كنت أنت سلفي، هو بيقول مش بيقول هما بيقولوا عليا كده، بيقولوا عليك كده. طب وأنت ماذا تظن؟ أظن إن أنا سلفي. يا سلام، أنت بتحاور القضاء، بتحاور القاضي الجليل اللي بيقول لك يعني شهادة لله علشان الشباب. هو الإحالة نفسها هنجيب ناس تقول رأيها إيه، بس أنت رأيك إيه؟ إن شيخ يقف قدام القضاء لأنه بيشهد ولا هو متهم؟ يعني في ناس قتلوا من الجيش والشرطة والمسيحيين، لأن التلاتة بقوا في ضفة واحدة، المسيحيين المصريين. ليه؟ لأنهم كفروهم، كفاروهم فأباحوا دماءهم فجاهدوا ضدهم فقتلوهم. ده ايه ده يا ريس؟ ده جريمة. القاضي بيقول ان الناس دي بيتحقق معاها، قالت ان في 4 شيوخ ولا 5 ولا 10 ولا 20، انا لا يهمني الافراد ولا يهمني الاسماء. طب الافكار دي الدولة سايباها ليه كده؟ يعني في ناس بتحرض على العنف والكراهية وإيه؟ والقتل والتغيير بالإيد بالسلاح، يبقى عدم طاعة القانون. عدم طاعة القانون بالنسبة لك كدولة مدنية اسمها إيه؟ لأجهزة الأمن.
للقضاء، الأجهزة التنفيذية، للمجتمع بحاله، عدم الإصغاء للقانون واحترامه. إيه ده؟ ده إيه؟ بعيدا عن التفسيرات الدينية، عايز تفسر للدين في العمل والعبادة والحاجات دي، انت حر. اول ما تتطرق تبقى ضد النظام وتحمل السلاح كده، انت بتستخدم الدين لأغراض سياسية، ها؟ لمزاجك. تلويه بقى العنق نص، ما تلويهوش، تعدله، تعمله، انت حر. لكن ده ضد الدولة، ضد القانون، ضد المجتمع. يروح على انه شاهد، لا، ده يروح على انه محرض، متهم. طيب الدولة ما سمحتش انه يروح على انه متهم، يروح على شاهد بيدلي شهادة، قال ان هو مش سلفي وهو سلفي، قال ان هو مش داعية وهو ليه شرايط بالالافات يدعو الناس الى التمييز والعنصرية واعتناق الرأي المتشدد الايه؟ المتعصب المتميز، اللي هو ايه؟ اللي هو بالكراهية، بيخلق كراهية في المجتمع. مفيش سلام اجتماعي، تهديد السلم الاجتماعي، ده ايه ده؟ ده انت تعد تهم قد كده. وتغيب عن الطلب الاول والتاني وجايب شهادة زيه زي اي حد بيروح لاي دكاترة ويجيب تقارير طبية وحاجات كده ان هو كان مريض وكان وكان وكان. والقاضي طبعا ما بقاش يبحث في المواضيع الجانبية دي، قاضي جليل، وقال له خلاص انت مصدق في هذا الموضوع، خلينا في الأهم، شهادة لله، شهادة للوطن، شهادة للناس، شهادة للشباب. والحقيقة هو القاضي بثلاث أربع أسئلة شركه. الإعلام الرائع إبراهيم عيسى قال لك الرجل بيكذب كذبا بينا. أنا مش عايزه يعني يحاكم بالكذب، أنا عايز الناس تعرف، الناس تعرف. إذا كان عنده حرية التعبير فما عندوش حرية التحريض، مش كده؟ يعني حرية التعبير وحرية التحريض تمشي مع بعض؟ تحريض على الجريمة تمشي؟ تفتكر إن أي دولة متقدمة ممكن إنها تجمع بين الاتنين؟ طب مين اللي بيفرق؟ ده في امن دولة، مش في امن دولة؟ صرحوا له ليه؟ كم سنة؟ 30 سنة؟ 40 سنة؟ طب انت ليه ما خدتش التاريخ قبل كده من سنة 71 و72 و73 لغاية 80 في تولي الرئيس السادات؟ ما كانش له شعبية، بيقاتل بالإعلام، بيقاتل بكل ما يملكه من سلاح لخلق شعبية له، ما كانش محبوب. ودي شهادة للتاريخ، حب يعمل ده مع الجماعات. فالجماعات الجماعات سيرت السادات، وبعدين قالت ايه؟ لا، ده مش مسلم، ده كافر، حل دمه وقتلوه. إذن الشهادة بتاعت حسين يعقوب اللي يقول لك الشرطة والجيش مسلمين، هل أنت تعتبرهم يا شيخ مسلمين ولا لا؟ أنت ممكن تكفرهم في لحظة وتبيح دمهم، وهذا ما حدث. ناخد سيادة المستشار الأستاذ ممدوح نخلة، مستشار قوانين الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية. بنرحب بيك يا أستاذ ممدوح. مرحب بيك عادل، أهلا بيك. ربنا يخليك. يعني مثول أحد يعني رواد السلفية، يعني هو في الآخر حتى كمان ادعى ان هو مش سلفي، او الدعاة الجدد ايا كان المسمى قدام القضاء. يعني انت شايفه ازاي يا استاذ ممدوح؟ اتفضل. الحقيقة يعني كان القاضي من الحنكة والذكاء ان هو يستدرج الشيخ حسين يعقوب في الأسئلة لكي يكشف ما في صدره. فهو كان بين امرين، إما أن يقول كل شيء بصراحة وبالتالي يتضح أمر السلفية قدام العالم كله ويظهر أنها وأنها تدعم وتؤيد وتبارك الإرهابيين، أو أنها ينكر.
فهو اختار الطريق الاخر هو طريق الانكار. وفي هذه الحاله هو طبعا بلا شك يعني اهتز صورتي امام الراي العام سواء من مؤيديه او مرديه او من الطرف حتى الاخر الليبرالي والطرف الذي يعني لا يعتنق هذا الفكر السلفي. ففي كلتا الحالتين يعني ظهرت عن قرب طبيعه الفكر السلفي وكيف يفكر وكيف انه ينأى بنفسه عند اقرب موقف ممكن ان يؤدي به الى يعني اي شيء قد يضر به. يعني اذا الشجاعه التي كان يتحلى بها في السابق لم تعد موجوده في اثناء المحاكمه ولا بعدها. يعني خرج بالفعل مهتزا صورته، فقد مصداقيته الى حد كبير جدا، وهذا بالفعل يعني ما كان نتمناه ونأمله وما كان ممكن نصل هذه النتيجه لولا شهادته امام هذه المحكمه. في بعض السلفيين على مواقع كثيرة وقالوا ان الشيخ محمد حسين يعقوب قال ان في حاجة اسمها المعاريض، دي حاجة في العقيدة الاسلامية او في الفقه الاسلامي، ودي بيقولوا ان هو طالما واقع تحت ضغط السلطة فممكن ان هو ما يقولش الحقيقة، ايه رأيك فيها؟ نعم، هو التقية عند الشيعة او المعاريض في السنة، وهي ايه؟ انك يمكن ان تبوح بالكفر اذا يعني خيرت بين القتل والكفر، فانك ممكن تقول انك يعني كافر لفظا ولكن قلبك لا ينطق به. فهنا اللي بمعنى صح ان الضرورات تبيح المحظورات، اذا وقعت في ضيق فانك يمكن ان تغير كلامك على لسانك بحيث ان قلبك يكون على شيء ولسانك على شيء اخر. يعني هناك حالات استثنائيه في هذه المواقف والتي تسمى بالمعاريض. فان هناك البعض يبرر بانه قد وقع عند هذا الامر. طيب اذا كانت المعاريض بهذا الشكل وهذه البساطه، فكيف نعلم ان ما يقولون الشيوخ غير واقعين تحت ظرف المعاريض؟ بمعنى اذا خرج علينا اليوم احد الشيوخ وقال كلاما ثم بعد ذلك قال ما قلت لم يكن ما في قلبي ولكن كان هذا من باب المعاريض، هنعرف ازاي؟ يعني اذا هذا الكلام من جهه الحقيقه برضو يعني يسيء اكثر مما يخدم قضيتهم. تمام. هل من وظيفه القضاء والمحكمه توضيح الامور ولا هي الحكم في جنايه؟ دي جنايه، يعني في ناس اتهم بجنايه التعدي على الجيش والشرطه والمسيحيين بفقه هذا الرجل، فياتي للشهاده ولا ياتي متهما؟ والمفروض ان هو حتى لو اتى بالشهاده هو كذب امام الجميع وخرج من باب المحكمة ولم يحدث له شيئا، وان هو استدعي مرة واثنين، وطبعا يعني الحالة المرضية انا ما اعرفش الحالة المرضية اللي متجوز فيها 20 دي يعني هي الحالة المرضية بس ايام المحكمة يعني، وده برضو من المعارض ولا لا؟ يعني الراجل باين اهي قدام الناس الكل، هل المحكمة وظيفتها بيان واستفسار هذا الداعية قدام الناس وكشفه قدام الناس، ولا ان هو يعتبر متهما في هذه الجناية لأنه محرض حتى لو بالفكر وبالوعي الوعي الديني طبعا للناس اللي ورا القضبان اللي عملوا جرائم؟ نعم، بقول لحضرتك يعني بعيدا عن السياسة بصفتي يعني محامي وأكاديمي متخصص في هذا الأمر ولدي خبرة أكثر من 35 عام في المحاكم المصرية، عندما يستشهد المحامي بأحد الأشخاص ايا كان هذا الشخص، اذا كان هناك يعني للمحكمه قراءه لها ان هذه الشهاده منتجه في الدعوه سواء بالادانه او باثبات التهمه، فان المحكمه تستجيب له على الفور. وقد حدث ذلك مع فرج فوده عندما استشهد قتل فرج فوده بالشيخ الغزالي وقالوا ان فرج فوده ما قاله يعتبر كفر، فاستدعى الامام الغزالي وبالفعل الامام الغزالي اكد تهمه الكفر على فرج فوده، ولكن المحكمة طبعا لم تأخذ بهذه الشهادة كدليل على تبرئته. بمعنى صح ان القاضي يستمع الى شهادة شهود النفي ليس من باب الاتهام، ولم يستدعى حسين يعقوب كمتهم ولكن مع سبيل الشهادة لكي يستوثق القاضي اذا ما كان هذا هؤلاء الشباب المتهمين بهذه الجنايات قد استقوا فكرهم بالفعل من شخصية، فيكون هذا من باب تخفيف الحكم عليهم، أو إن ما قاله هذه الشباب لا يستند إلى أقوال فقهية دينية وبعيدة عن الدين، فبالتالي يحصل على أعلى عقوبة.
انا يعني اقول لحضرتك كرجل محامي، لو من الشيخ حسين يعقوب انه يعتنق نفس التيار الذي اعتنقه الشباب المتهمون، هو نفس التيار، هو نفس الاعتناق يعني، كان يعني انا لو يعني كنت دفعت عنه وقلت ان ما يقولون هو فعلا من صحيح الدين، وانه فعلا من الفقه السلفي، وانه فعلا له مصدر في كتب التراث وكتب الفقه، كان هذا ربما يخفف عنهم الاتهام. كان القاضي يجد ان هذا الشباب مغرر به وانه استند الى اقوال فقهيه، فبالتالي يمكن ان يخفف عنهم الاتهام. اما وانه انكر وقال ان هذا بعيد عن امور الدين وانه لا يتفقه في الدين وانه الشباب لا ينتسب اليه، فجد حقيقه فهذا يعني اضعف بالفعل من موقفهم الى حد كبير. بمعنى يعني اذهب الى ابعد مدى، اذا قال ان كل ما يعتنقه هؤلاء الشباب هو بالفعل من الصحيح الدين، وبالفعل له سند في الفقه، وفعلا له سند من التراث، وله سند من كتب ابن تيميه وسيد قطب، وكلامهم صحيح 100% من وجهه نظري، فهذه الحاله لا ولن يستطيع القاضي ان يحاكم الشيخ حسين يعقوب. ده رايي في مساله فقهيه وليس مساله قانونيه، بل يعتبر محرض. لا، هو بيقول ان الكلام يتفق مع الفقه الصحيح اللي انا بعتنقه، بل كان بالعكس، كان ذلك مدعاه للقاضي ان يخفف عن هؤلاء الشباب الحكم، وربما يؤدي لتبرئه بعضهم لانهم مغرر بهم واعتنقوا افكار حتى لو من وجهه نظر المحكمه او من وجهه نظر القانون ان هذه الافكار فيها شطط وانها تمثل جرائم، ولكن طالما ان القاضي اراد سماع شهادتي فهو اراد سماع كلمات محدده، اما ان هؤلاء يعتنقوا فكرا متطرفا او ان هؤلاء بالفعل لا يعتنقون هذا الفكر. مجرمين يعني. نعم. فانا بقول يعني بالتالي من يعيب على الشيخ بتاع ده هو الفعل يعني هو اضر بهم اكثر مما انقذهم، يعني اضر بهم حد كبير لانه انكر انا مش سلفي، واللي بيقولوا افكار دي افكار تعتبر متطرفه وده خطا مش صح، يعني هو ورطهم اكثر مما انقذهم. طب هو عمل زي الشيخ حسن البنا زمان لما قال لهم اخوان ولا مسلمون في قتل الخزندار لما ضغط عليه من الملك. صح. وبعد كده الهضيب قال لك نحن دعاء لقضاء، يعني هنا بيتورطوا بيبتدوا في اقرب سفينه يركبوا فيها. انا بقول لحضرتك لو نزلنا لابعد مدى وقال الشيخ يعقوب زي ما قلت في بدايه الحديث ان هؤلاء الشبع على صح، زي ما عمل الشيخ الغزالي مع قطر الفرافوده، قال لك ان كل ما قاله الشباب حق فركوده بالفعل صحيح، هنا فركوده بالفعل كافر او بالفعل يستحق القتل، هل حكم الشيخ الغزالي؟ طبعا لا. فكان نفس الامر، كان ممكن الشيخ يعقوب لا يحاكم يعني، ولكن كان هتبقى صورته قدام الراي العام المحلي والعالمي يعني طرى على درجه كبيره من انه محرض، يعني كان الاعلام مش هيتركه انه شخص محرض وهو السبب زي ما عمل في الشيخ الغزالي، ولكن طبعا الظروف دلوقتي بقت مختلفه. الاعلام قام بواجبه بصراحه يعني. نعم، ده الاعلام دلوقتي هدمه رغم ان هو نقر وهدمه، فما بالك بقى لو كان ايد هؤلاء الشباب، كان بقى اكثر هجوما، فهو ناء بنفسه عن ذلك. تمام، لكن الدولة ليه تسمح بالداعية ده وعنده أمن قومي؟ يعني في عنده أمن قومي وأمن دولة وحاجات كده، وفي الآخر عارف إنه محرض، يعني إحنا مش هنخبي راسنا في الرمال يعني. ليه تسمح بإنشاء قنوات على اليوتيوب وغيره؟ في حين إن اللايك والشير لأي مسيحي لمجرد رأي بيحاكم. صحيح، لأن الدولة تعتنق، شوف أقول لحضرتك في يعني في قولا واحدا، الدولة تعتنق هذا الفكر وهي تزايد عليه. سلفيه الهوى يعني. تمام 100%. بمعنى اصح، انا تابعت شهاده الشيخ يعقوب على مدى 54 دقيقه كلها من اول ما دخل القاعه حتى ما خرج منها. القاضي لم يكن مقتنعا بما قاله. طبعا. لما حضرتك كنت ايه حتى ترى من كلمات القاضي يقول له ايه؟ تكتفي ولا عايز تزيد؟ والشباب بيستندوا اليك. وهل هو فعلا ده؟ وكان يعيد السؤال مره اخرى بصيغه اخرى. ده نفى كل ما قاله يعني كل اللي قاله السنين اللي فاتت محاه، خاف. نعم. نعم، علاوه على كده الحاجات دي مسجله، مش واحد راح بلغ. هو النهارده شال كل الحاجات اللي على تيوب، المكتبه بتاعته اللي على تيوب كلها شالها، وشال الصفحه بتاعته، وتقريبا خلاص هو كده يعني دوره انتهى يعني. بالفعل يعني. فعشان كده انا بقول انا الفكره نفسها، انا الشخص لا يهمني، يهمني الافكار. الافكار طبعا يا استاذ عادل باقيه ولم تمحى حتى الان. ده وخصوصا ان هذه الافكار يعتنقها ازهريون.
ما زالوا على المنابر حتى هذه اللحظة. نعم وهم كثر، بل على انا بقول لحضرتك ايه، حتى من ما قالوا يستطيع اذا تغير الحاكم غدا ان يقول ان انا في عهد السيسي وامام المحكمه قلت ذلك مضطرا ولم يكن هذا ما في قلبي، والموضوع يتنسي وخلاص. اذا جاء رئيس اخر اكثر تشددا يقول اللي قلته في المحكمه دوت كان من قلبي، بل انا اكثر كنت عايز كنت اريد ان اكثر منه ولكن القاضي كان يقاطعني. فالردين موجودين، الردين موجودين، الراي المتشدد موجود والراي المتسامح موجود، وحسب الظروف كيف كلامه، والمريدين والاتباع في كلا الامرين قابلين لهما. يعني ما فيش الا بقى من يشغل عقله ومن يعني اللي بيشغل عقله هو ده بقى المطلوب، وهو ده اللي القاضي قاله. القاضي قاله فلتر كل اللي يجي لك، انت مش مستقبل بس، انت مستقبل ومحلل وتقدر ترجع والكتب قدامك والنت مباح قدامك للمعلومه. نعم يعني من يشغل عقله الحاجات هو يفكر، هيستطيع ان يؤكد ان هذا الرجل يعني غير صادق مع نفسه ولم يكن مثلا زي ما فعل مثلا فرق هذا الفكر يعني دعنا من الرجل، لان انا ما يهمنيش الشخص، يهمني الفكر نفسه. نعم لا انا بقول حتى يعني هو بعد ان تراجع عن اقواله امام المحكمه بعكس مثلا كامل بحيري اللي خلى يعني رئيس المنظمه لما اتنظمت سنه 28 سنه 50 تقريبا في مقتل الخزندار رجع عن كل افكاره يعني نعم يعني هو اصلهم هو المشكاه واحده، هي الاخوان هو مصدر كل هذه الجماعات والسلفيين وغيره، والوهابيين هو مصدرها جماعه الاخوان المسلمين، وده اللي حاول يبرزه القاضي ان كلهم في فكر واحد، وده اللي انا بقوله، وان التنقيه لابد ان تاتي للفكر وليس للاشخاص. طبعا لو الفكر والاشخاص، الاشخاص دي مشكله الدوله، لو هي عايزة هي حرة بقى يعني في الآخر خالص، دي سلطة الدولة عليهم. لكن ما هي الإيجابيات من يعني مثل هذه الأمور إنها تحدث، إنه كشف الفكر قدام محكمة وخصوصا محكمة الجنايات، ودي من أرقى المحاكم في الوجود والفكر كمان علشان ينور المجتمع. حضرتك قول لنا الإيجابيات تفضل. لعل أهم الإيجابيات هو تراجع الشاهد الشيخ حسين يعقوب عن كل الافكار السابقه امام المحكمه والصورات التي بدات مهزوزه، مما يؤكد لجميع سواء المريدين او المعارضين ان هذا الفكر فكرا خاطئا والا كانت تسبب به، بعكس شهاده الغزالي في قضيه فرج فوده الذي اكد ان هؤلاء الشباب على حق وان فرج فوده بالفعل كافر ويستحق القتل، ظهر انه قويا وظهر ان فكره صحيح وبالعكس يعني اعطى دعما مباشرا للمسلمين حتى هم بعد ان حصل الاحكام حصلوا عليه بنفس الرضيه بما صدرت من محكمه كافره وهم مؤمنون وهذا هو الطاغوت وانهم مظلومون في هذه الدنيا، وبالتالي تقبلوا بصدر رحب بالاحكام بانهم ناس مظلومون في هذه القضيه، وبالتالي الامر كان مختلف. هذه المحكمه بقى الحديثه الحاليه التي اعتاد فيها يعقوب أظهرت بالفعل صورة السلف الذي يتلون ويتغير، ولم يستطيع أن يؤكد أمام المحكمة أن هذا الفعل مباح، كلما سأله القاضي كان يقول لا هذا لا هذا خطأ، أنا ما أعرفش حاجة عن السلفية، أنا ما سمعتش عن الإخوان، يقول عايزين يوصلوا للحكم، بعكس ما قالوا وقت الإخوان أيام مرسي كان يؤيد ويبارك ويدعم مرسي ويدعم ويقول لك الدستور ده مش بتاعنا، احنا دستورنا القران والسنه، ده مش دستورنا. هو الاخوان بيسعوا للحكم وحزب السلفيين ده ما بيسعاش للحكم يعني، امال هو حزب سياسي ليه؟ نعم ده اهم هدف من اهداف الاحزاب الوصول للحكم. طبعا او المشاركه على الاقل. نعم او المشاركه. الوصول سواء بالمشاركه او بالحكم الكامل، نعم. يعني اذا هدف الحزب السياسي والبند الاول اما الوصول للحكم الكامل او المشاركه في الحكم. بالظبط. يعني في الاحوال هو الوصول الى كرسي السلطه او صنع القرار بغض النظر عن الهيمنه الكامله او الهيمنه الجزئيه. تمام. فبالتالي الايجابيه الوحيده اللي حصلنا عليها هو تراجع عن افكار كشف الفكر نفسه. انا لم اتوقع الحقيقه، ما انا بقول لحضرتك في دقيقه واحده، لم اكن اتوقع ان الشيخ يعقوب يعني يصل هذه الدرجه من الانكار، وربما يعني اشار الى احد فقال له يعني ان لو انت تمسكت برايك
ربما تتعرض إلى عقوبة المعتقال أو المحكمة أو أيا كان، أو ربما القاضي يحيلك كمتهم. يعني ما أعرفش هو عمل كده ليه، ولكن هذه بالفعل كانت إيجابية كبيرة للغاية. هي لف وارجع تاني، يعني هو أول ما لقى في حاجة قدامه ضخمة كده فقال لك لف وارجع تاني. على فكرة أنا لا ألوم يعقوب أو غيره، لأن هو الدولة برضو اللي سمحت ليهم. يعني هو إبراهيم عيسى كان صريح، تواطؤ الدولة خلال 40 سنة مع هؤلاء هو اللي وصلنا للحال ده، والإعلام فعلا أشاد بالنقطة دي. يعني هل فعلا حرية التعبير والرأي لا للإعلاميين؟ لا، ده انفجار إعلامي ضد هؤلاء، لأنهم فاهمين من فترة كبيرة وعارفين، وجات الفرصة إنهم يكشفوا هذا الفكر العفن للمجتمع المصري. رأيك إيه في الإعلام المصري، وإنه فعلا يعني بأشد العبارات أدان هذا الفكر؟ اتفضل حضرتك. يعني ما أقدرش أضيف بعد اللي قلته ولا كلمة ثانية. يعني فعلا لخصت بالفعل محور الحديث، إن ما قاله الإعلام هو نوع من الانفجار والكبت الذي كانوا يعانون منه، وليس بضوء أخضر من الدولة. بمعنى أصح، هل أفكار اللي تولى 40 سنة دي النهاردة، إحنا في 2021 في منتصف 2021، هل انتهت؟ بمعنى آخر، هل الدولة بعد شهادة الشيخ يعقوب توقفت عن مغازلة التيار السلفي؟ كلا. أبدا. هل الدولة توقفت عن دعم حزب النور؟ كلا. هل الدولة توقفت عن دعم الأحزاب السلفية والتيار السلفي والسماح لهم بالمنصات الإعلامية والسوشيال ميديا؟ كلا. يبقى إذن ما قالوا إعلاميين في الحقيقة، أنا سمعت طبعا الإعلام وكل القنوات، يعني لم يكن لديهم حديث في الأيام الماضية إلا حديث شهادة طبعا قنوات الاخوان بيقول لك ان الدوله هي المحرضه. لا، الدوله مش محرضه، بالعكس خالص. الدوله والتيار السلفي وجهان لعمله واحده، او تنوعات على لحن واحد، تنوعات او انغام على لحن واحد فقط، ما فيش فرق بينهم، الكل بيزايد على البعض، الدوله بتزايد عليهم وهم بيزايدوا اكثر مزايده على الدوله. فبالتالي يعني عندما يخرج ابراهيم عيسى او حتى احمد موسى واكثر الناس مؤيدين للدوله وينتقدوا، انا لا ارى من وجهه نظري، لا ارى ان هذا النقد خارج من الدوله، من مؤسسه الدوله مباشره، ولا بدو اخطر منها، بل بالعكس، الدوله عايزه التيار السلفي يحتفظ بمكانته عشان تغيب المجتمع به. لكن فعلا زي ما حضرتك قلت، ان ده انفجار اعلامي خلاص كان مكبوت، فتبدا لما لقى حاجه ينفذ منها ووصلوا بالفعل اليه، لان ما حدش يقدر النهارده يدافع عنه. جيت حقيقه، يعني انت كنت بتقول كلام من شهرين رجعت فيه بزاويه 180 درجة على النقيض تماما. فبالتالي ده كان نوع فعلا من رد فعل الإعلاميين. لكن الدولة إذا كانت جادة فعلا في محاربة هذا الفكر، هو خارج من باب المحكمة كان يتم القبض عليه ومحاكمة، تقول أنت قلت كذا، طيب إيه، تعال ورينا اللي قلته من 20 سنة سابقة حتى الآن في عهد مبارك وعهد مرسي، واللي قلته في رابعة العدوية، واللي قلته أيام مرسي، واللي قلته لسه من قريب، الدستور ده مش دستورنا. يواجه بكل هذا الكلام، الكلام مثبت بالصوت والصورة، مثبت بالكتب، مثبت بشرائط التسجيل، بشرائط الكاسيت، يعني الأدلة دامغة ولا يستطيع أن يحيد عنها. يعني الأدلة الاتهام وكلها مخالفة للقانون، ده تعريض مباشر. فإذا الدولة غير جادة في محاربة الفكر، وأنا شايف إن يومين تاني والإعلام هيسكت وهترجع تاني التبرير، هي بس هدمه يومين كده لغايه ما الناس هتطلع الشحنه الموجوده عندها ويرجع التبرير الثاني للتيار السلفي. بس في نقطة ممكن تبقى متغير هنا يا استاذ ممدوح، لان اعلان الرئيس السيسي نفسه انه لا سلفي ولا اخواني، فدي ممكن تغير في الموضوع شيء. الاعلان ده في 2014، مالوش امبارح ولا النهارده. ما انا عارف، ما هو يعني في ناس بيقولوا ان اجهزه الدوله بتتعاون، لان في كتل من السلفيين والاخوان ما زالت موجوده في المجتمع المصري، ومواجهتها الان هي شيء من الانتحار السياسي للنظام، عشان كده ابتدوا يهدنوها شويه. لكن هي عقيده السيسي مستمره طول الست سنين انه هو لا سلفي ولا اخواني، بدليل الحكم بالاعدام على الاخوان. وده عايز تعليق تاني، لكن عايز النقطه الاولانيه، هل ده هيبقى مبرر لان الدوله تنتفض من السلفيه والاخوانيه وترجع لمدنيتها تاني او لشبه مدنيتها؟ اتفضل. نعم، هذا امل وليس هذا هو الواقع. تمام. الواقع يؤكد عكس ذلك، لدينا الامل في ان الدوله تنتفض بعد هذا اليوم على محاكمة هؤلاء وعلى التخلص منهم تدريجيا إلى أن تقضي عليهم. إذا كان رئيس السيسي قال أنا لا سلف ولا إخوان، وأنا سمعت أكثر من مرة، وكان هذا من عام 2014،
وكل الناس استبشرت خيرا بانه على مدى كانت الاربع سنين القادمه في حكم الرئيس السيسي سيتم القضاء على السلفيه او السلفيين، ولكن بعد 7 سنوات لم يحدث اي تغيير يذكر ولو 1%، يعني لم يحدث اي تغيير. حزب النور قاعد زي ما هو، بيعين ناس بالتعيين في مجلس الشعب والشورى، منهم بيتم مغادرتهم. انا رفعت قضيه على حزب النور من 2016 حتى هذه اللحظه اللي بيمثل فيها، وكنت اتوقع ان انا ارفع قضيه في غير 2016 فبراير 2016 المحكمه تديني حكم نظرا لان رئيس السيسي قدام ضوء اخضر، ولكن حتى هذه اللحظه القضيه لم يتم البت فيها، بل ان محامي الدوله يحضر ويدافع بضراوه عن وجود الحزب. اذا الشواهد كلها تؤكد ان الدوله غير جاده في محاربه التيار السلفي والتيار الرجعي الوهابي. الدوله غير جاده فيها، يعني لما الرئيس السيسي يقول لشيخ الازهر تعبتني يا فضيله الامام، فضيله الامام يتاثر اكثر ويرفض الطلاق الشفوي، ويقول لك يؤيد الطلاق الشفوي ويرفض الطلاق المكتوب، وكل دوت نحو ايه؟ الدوله الدينيه. فكل هذه الامور تؤكد ان الدوله غير جاده، يعني الدوله تستطيع بكل اجهزتها بالمخابرات واجهزه امن الدوله وامن قومي ومخابرات حربيه بكل اجهزتها ان تستطيع ان في عشيه وضحاها ان تجمع هؤلاء، ولكن 7 سنوات ولم يحدث اي تغيير يذكر، مما يؤكد ان الدوله غير جاده في محاربتها. اعدام الاخوان منهم تقريبا 4 منهم البلتاجي وحجازي وعبد الرحمن البر وغيره، وده خبر هنقوله، رأي حضرتك فيه؟ هل فعلا رئيس الدولة ممكن يوقع على هذا الإعدام، ولا ممكن يبقى بالتاريخ كده؟ ما عبد الناصر وقع على جزء منه، لكن حدثت وساطات والباقي كله أنقذ بما فيهم عمر التلمساني مثلا، يعني أيام عبد الناصر. يعني من خلال خبراتي الحقيقة في العمل العام أستطيع أن أجزم، مش أؤكد بس أجزم، أن الرئيس لن يوقع على احكام الاعدام، وتظل هذه الاحكام حبر على ورق الى ان يتوفوا هؤلاء الناس داخل السجون او يخرجوا بعفو صحي. لكن اعدام لا ولن يتم، انا بقول لحضرتك استطيع ان اجزم واؤكد مش بدرجه 99 بدرجه 100%، لا ولن، لا ولن، وشوف بكررها كم مره، يا صد يوقع الرئيس على احكام اعدام وتظل هذه الاحكام باقيه. القانون نفسه اعطى رئيس الجمهوريه حق التصديق على الاحكام طبعا او عدم التصديق، ولكن لم يحدد وقتا معينا، بمعنى ممكن الحكم يصدر يوم السبت صباح الاحد يوقع عليه الرئيس فيتم الاعدام يوم الاثنين بالناحيه النظريه، وممكن ان يصدر الحكم في عام 21 فيظل حتى عام 41 دون توقيع ويظل مدى الحياه يعني للأبد. ودي حصلت في التاريخ على فكره، يعني حصلت طبعا، ايوه في بالفعل في احكام كثيره ايام عبد الناصر وايام السادات وايام حسني مبارك، واجل الاعدام الى سنوات وسنوات وسنوات، والى ان الغي الحكم وخفف الحكم بعد عشرات السنين. منهم حصل احكام بالاعدام بالفعل ولم ينفذ منذ عهد مبارك، وعندما جاء مرسي اطلق سراحهم، ودي خاصه برئيس الدوله والامن القومي، ويعني ودي حاجه على فكره انا ضد يعني ضد قرار الاعدام ده او حكم الاعدام على كل يعني على كل الناس ده سواء الاخوان او غيره، لان هو المفروض انه سجن مدى الحياه، يعني زي الدول المتقدمه كده، والسجن اعتقد ان هو كفيل بانه يدي الانسان فرصه توبه حقيقيه او حاجه كده للرجوع الى الله، دي حاجه يعني معنويه للناس. ما اعرفش يعني هل كل الناس تتفق معي او لا، لكن انا ضد حكم الاعدام، وعشان كده انا ممكن اعذر الرئيس السيسي في انه ما يديش اعدام، ومن اعدام يعني يا قلبي لا تحزن، ما الاثنين واحد يعني العمليه. لا مش لا ما هو حضرتك ما تقول حضرتك حكم الاعدام، اذا كان انا مع اتفق معك كرجل حقوقي لا اوافق على عقوبه الاعدام تمام على اطلاقها، ولكن اذا كان هذا الامر كذلك فاستطيع ان يغير القانون، تعديل القانون ده بدرجه ما نغيرش القانون الا اذا كان في ايد رئيس الدوله وقانوني ان هو ما يمضيش عليه، فده حاجه من حقه، يعني من حقه قانونيا، ان هو ليس نقد للقرار، ولكن هو دي ابراز حق من حقوق الرئاسه في انه ممكن يمضي على الاعدام او لا، انه ما يمضيش. استاذ ممدوح، يعني الدوله باتجاهين، بالحكم على الاخوان وإحالة سلفي للشهادة قدام المحكمة وإبراز الفكر السلفي بهذا،
هل ده ليه معنى للناس؟ هل ده ليه معنى للمجتمع؟ هل ده ليه رسالة من النظام؟ هل ده رسالة للمجتمع المصري؟ رسالة من القيادة السياسية؟ يعني ايه تبريراته وفي هذا الوقت بالذات، خصوصا ان في هجمة على مصر من ناحية حقوق الانسان؟ خلي بالك من الناحية التانية، ما برضو في كده حاجات سياسية يمكن الناس ما تفهمهاش ما بين السطور أو ما تحسهاش، لكن إحنا عارفينها، وإن نظام بايدن بيضغط على الرئيس السيسي بحقوق الإنسان، ودي معروفة إن ملف حقوق الإنسان المصري في أدنى مستوياته، ومش هقول أكتر من كده. اتفضل يا فندم. نعم، أنا أقول لحضرتك يعني من وجهة نظري كرجل أيضا زي ما قلت لحضرتك، كرجل أكاديمي مش هتكلم كرجل سياسي، أنا أرى أن شهادة يعقوب بتاع ده ليس شهادة سياسية، هي ناحية قانونية بحتة 100%. محامي الدفاع طلب سماع شهادة هذا الرجل ليبرر أفعال موكله. تمام. فبالتالي القاضي استجاب. فإذا الموضوع مش موضوع سياسي، وإن القاضي كان هدفه يعري السلفيين قدام الفكر رأي العام نفسه. العالمي يستجيبه. وده عشان كده الإعلام قال القاضي الجليل، وده فكر خاص بالقضاء المصري، ونحن نشكره على هذا يعني. نعم، انا شايف ان هو امر طبيعي، ودي مش حاله استثنائيه. خلال عملي في المحاكم على المدى الطويل شاهدت عشرات الامثله، يستدعى شيوخ، يستدعى قساوسه، يستدعى رجال دين، دي حاجه معتاده في القضاء، مش حدث نادر يعني، ان كثير جدا جدا. حتى في ايام السادات تم استدعاء بعض الشيوخ لسماع اقوالهم وهل هذا تفق مع الشرع ولا لا. حتى القانون نفسه عندما يحكم بالاعدام يجب على القاضي قبل نطق الاعدام ان يحيل الدعوه الى المفتي لابداء الراي الشرعي في اعدام الشخص من لا، بحيث يكون السؤال كده: هل اعدام هذا الشخص يتفق مع الشرائع الاسلاميه من عدم؟ يبقى اذا هناك هذا الجانب هو جانب قانوني بحت والدوله لم تتدخل فيه، وان ربما يكون يعني الصدفه البحته ان جت ظروف الاخوان متقاربه مع ظروف الحكم. الناحيه الثانيه ان احكام ضد الاخوان بالاعدام كلها برضه مش توجه سياسي، لان لو كان توجه سياسي كان حبالنا 7 سنين يعني في الاحكام، ممكن بجره قلم كان يتحكموا ويعملوا محاكمه خاصه ليهم. هو يعني استنفذوا كل مراحل القضاء من اول درجه لثاني درجه للنقض، وحتى انتهى الحكم بتأييد هذه الاحكام. علاوه ان الحكم الجديد بالاعدام لم يغير من واقعهم شيء بالنسبه للمتهمين، ليه؟ معظمهم لم يكن جميعهم سبق الحكم عليهم باعدام من قبل، يعني هم خدوا 3 اعدامات، في حد اتعدم 3 مرات، هو الامر النظري اكثر منه ناحيه عمليه. يعني واحد واخد مؤبد 4 مؤبدات فخد مؤبد خامس. هل معنى ذلك ممكن يعيش ل 150 سنه عشان المؤبد الخامس يبقى 125؟ برضه شيء نظري. ما فيش حد عنده 60 سنه هيعيش 150 ثاني. تمام. اذا الموضوع نظري اكتر، ما فيش واحد واخد 3 اعدامات هيتعدم المره الرابعه. يبقى يعني حتى الثلاثه يعني اللي واخدهم الاولانيين مش هيعدي منهم. طبعا. فهي بلا شك هي نظريه اكثر منها انها واقعيه، او ان الدوله حررت او الدوله اوصت. انا شايف الموضوع قضائي يعني بحت، ما فيهوش اي نوع من التوجه السياسي. تمام. ما يعني تحويل القضيه لموضوع حقوق الانسان، وانت عارف ان احنا ملف حقوق الانسان في مصر وبيتضغط عليها، بحيث ان يعني الورقه ده والملف ده هو ادنى مستويات حقوق الانسان في العالم، ومش عايز اقارن ومش عايز اقوله تاني، لان المفروض ان احنا كلنا بندعو ان حقوق الانسان في مصر تبقى ارقى من كده، وخصوصا ان احنا في مجتمع راقب التبعيه، يعني عندنا جامعات وعندنا متعلمين وعندنا ناس حتى بنحترم في بعض القيم عندنا، بنسميها القيم الإنسانية والقيم الأخلاقية، فده يعني المفروض ان احنا نبقى في الملف ده متقدمين اكتر من كده شوية. لكن الخوف من الإعدام الناس دي ان هو يتاخد في ملف حقوق الإنسان وبرضه يضغط على المصريين بيه. حضرتك ايه العلاقة بين ملف حقوق الإنسان وما يحدث في الإعدام ومثول السلفية امام المحكمة؟ هل في علاقة؟ بلا شك ان النتائج ربما يكون لديها علاقه، يعني النتائج التي تترتب على احكام الاعدام ربما نجد هجوما من المجتمع الدولي ضد مصر، باعتبار ان هناك 12 حكم اعدام في يوم واحد، ده شيء كبير جدا في المجتمع الدولي، يعني لم يسبق اليه اي دوله، يعني 12 اعدام في يوم واحد ده شيء بيعتبر المجتمع الدولي يعتبره ان دي سابقه خطيره، وبالتالي ربما يضغط على مصر في هذه المساله، فلا تصدق الدوله على حكم الاعدام. ولكن
بقول لحضرتك برضه من خلال خبراتنا في العمل العام داخل مصر، ان الدوله في جميع حتى لو لم يضغط عليها، ده حتى لو وجد التشجيع من الدوله من الخارج، ده حتى لو المجتمع الدولي صفق وايد، برضه الدوله مش تحكم عليهم بالاعدام. ليه؟ الدوله تغازل هذا الطيار، مش عايزه تختاره، لان لو حكمت بالاعدام على هذا الطيار ما هي مش خايفه من رد الفعل الدولي كمان اكثر منها عايزه تغازل هذا الطيار، تخليهم قاعدين موجودين وبعد فتره تحكم عليهم بعفو صحي او عفو رئاسي ويخرجوا يندمجوا بعد كده في المجتمع الدولي، لان دول في المجتمع المحلي، لان هؤلاء الناس المتطرفون من وجهه نظرنا احنا هم دعامه للدوله وليس ضدها، هم في النهايه بيدعموا الدوله. لما الناس دول يقولوا عدم الخروج على الحاكم، الحاكم عايز كده مش عايز اكتر من دي، ما تخرجوش عليا، ما بيقولوش اكتر من كده. بس لما يقتلوا الجيش والشرطه يبقى مش مع الحاكم برضه يا استاذ ممدوح، يعني ما هو اهو هو بيستدعى قدام المحكمه لان في ناس قتلوا جيش وشرطه وبيبرروا انهم سمعوا كلامهم، فيعني كده بقى في تضارب. لا ما مع حضرتك طبعا، ما بيحرق اسم الشرطه او بيقتل الضباط، هل الدوله فرحانه بهذه الافعال؟ لا طبعا. ما بقى كده دليل بتقبض عليهم ودليل بتقتلهم فعلا، لكن انا بتكلم على القيادات اللي هي مش مهتمه باعمال ارهاب، مش الشباب الصغير المجرد دي، الدوله دول مسؤول عنهم. الدولة بتتكلم معاه زي يعقوب وزي حوين وزي حسان وزي برهامي، دول لما يرفعوا السلاح ضد الدولة، ولكن دول بيعينوا الدولة في نفس الوقت. فهي الدولة بتحاول تستخدمهم، يعني حتى إذا ضحت بالشباب ولكن هي هتستخدم هؤلاء القيادات اللي هم الناس اللي هم في وجهة نظرنا محرضين بالقول، لا ممكن تستغلهم إن هم يساعد الدولة، يساعد الدولة في بعض النواحي. وده كان شيء معروف، يمكن حضرتك برضه لو تتذكر في ايام السادات وايام نبو اسماعيل وفي وبدايه حسني مبارك في الثمانينات، ان الحكومه كانت تستدعي بعض المشايخ السلفيين والاخوان. ده للنائب العام. نعم؟ قدام النائب العام. قدام النائب العام، ايوه نعم. ياخد القهوه ويخرج بالباب الثاني. مظبوط مظبوط، بالعكس كمان كانت بتطلب بعض المشايخ علشان يصححوا مفهوم الشباب المسجون داخل السجون فيخرجوا معاهم. يعني اذا الدوله بتستخدمهم، ده المقصود يعني رغم هم محرضين عملوها مع الجماعات الاسلاميه وخرج منهم الدكتور ناجح، ناجح ابراهيم ده. يعني ناجح ابراهيم تصحيحات. وعاصم عبد الماجد وغيره كتير، والظلم يعني عاصم عبد الماجد طلع وبعد كده ما فيش فتره قليله واتقلب على النظام مره ثانيه. مظبوط، فالدوله بتعمل كده، يقول لك هستخدم المشايخ دول في ايه؟ ان انا اوجههم للشباب المسجون ده يغير من وجهه نظره، في نفس الوقت هم تبعنا. فأنا بقول حتى ولو لم يكن هناك ضغط من الرأي العالمي، إلا أن الدولة يعني تريد أن هؤلاء على الأقل القيادات، ما بتكلمش عن كل الإرهابيين، لكن على الأقل القيادات التي لم ترفع السلاح اللي هي محرضة فقط، تقول لك نستخدمهم لصالحنا، هينفعونا في يوم من الأيام، دول هينفعونا في يوم من الأيام. وبالفعل يعني الدولة تاريخها من 52 لغاية النهاردة، بالفعل هؤلاء كان نفعوا الدولة بالفعل في، ما هو قبل 52 كان الملك متعاون مع الإخوان، ودي المشكلة يعني هي من بداية بعد كده السادات. صح صح، في كل فترة حكم إن النظام بيتعاون مع الإخوان لفترة، بعد كده الإخوان ينقلب عليه فبتدي يحبس، يجي فترة هو يحتاجهم لما اليسار أو الليبرالية تزيد، يعني هو كمان اطلح الدولة احتاجت الإخوان واحتاجت السلفيين. تمام، ثم عرفهم المادة الثانية في الدستور، لو كانوا تركوها المادة الثانية كان هناك في اتجاه ليبرالي قوي داخل لجنة الـ50 في غاء المادة الثانية. الدولة لقيت نفسها لا محتاجة دول، فابتدت تغذي دول وتطلقهم على الرأي العام العالمي بإن لجنة الشورى تبقى ضدي وهكذا. تمام. أستاذ ممدوح، في خبر عن سيدة الكرم إنها خدت جزء من حقها في حرق المنازل، إن حكم على الناس بـ5 سنين سجن تقريبا، منهم الاثنين اللي هم كانوا سبب في تعريتها، يعني هو كان في قضيه تانية، القضيه الاولانيه لسه النائب العام ما خدش قرار فيها لغايه دلوقتي، ما اعرفش ليه، لكن القضيه التانية بتاعت الحرق ابتدى الحكم يبقى حضوري، وفاكرين انهم كانوا هياخدوا براءه، فوجئوا بالقاضي بيدي 5 سنين سجن، فقالوا ان ده شيء من الحق بيعود لاصحابه، وخصوصا سيده الكرم. علق لنا على او يعني قول لنا يعني حيثيات الحكم كانت على ان دول فعلا فعلوا جرم، والجرم ثابت، والتحريات اثبتت ده، وقدام القضاء وقعدت سنين برضه، ما هي القضيه بقى لها 4 سنين او داخله في السنه الـ5 برضه، زي نفس قضيه التعريه ما حصل في نفس اليوم. اتفضل يا فندم. طيب انا شايف ان الحكم نجيب حقيقه هو حكم مخفف لدرجه كبيره، حرق عمد مع سبق الاصرار والترصد،
الخلال بالجسيم وتقدير الرأي العام وتقدير الرأي العام إثارة الفتنة الثقافية. هناك عدة اتهامات تم السلب والنهب، السرقة العمدية، كل هذه الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين كانت كفيلة بالحكم عليهم بالمؤبد، سواء حريق عمد أو سرقة أو إتلاف أو تقدير السلم والأمن القومي أو إثارة الفتنة الثقافية. هذه الاتهامات مجتمعة كانت تؤدي بهم إلى المؤبد، ولكن إما أنهم حكم عليهم ب5 سنوات فقط، فهذا حكم مخفف وهي إيه؟ الرأي للمحكمة طبعا. لكن هذا الحكم طبعا لا وجه له إطلاقا مع تعريف سيد القام بحكم آخر تماما، وإن كان حدث مصادفة. أنا من قام بتعريف السيدة هم أنفسهم من قاموا بحرق بيوت الأطباء، فبالتالي هناك قضية أخرى تنتظرهم، وهي التي قام النائب العام بالطعن فيها أمام محكمة النقد. يعني إذا هناك قضية أخرى تنتظر هذان الشخصان الذي حكم عليهما بالحكم 5 سنوات في قضية تعرية سيد الكرم، الحكمان منفصلان تماما عن بعضهم. فأنا أرى أن سيد الكرم لم تحصل على حقها هذا حتى الآن، إن كانت حصلت على حقها ضميريا يعني إن هم ربنا جاب لها حقها من باب تاني، يعني قضية تانية، هذا قضية تانية مش مختصة بها هي. فأنا أقول يعني ربنا انتقم لها من باب آخر، ولكن حقها في قضيتها هي لم تحصل عليه حتى هذه اللحظة. فبالتالي أنا أرى أن الحكمان يعني مختلفان تماما، ونأمل أن محكمة النقد تعيد النظر في القضية لتقضي بالإدانة في المتهمين الذين عروا سيدة الكرم الجرم مطور بصوت الصورة بشهادة الشهود بوثائق بمستندات يعني الأدلة، عايز أقول الأدلة كافية وكفيلة بالحكم على المتهمين الذين قاموا بهذا الفعل. تمام سيادة المستشار، في قضية ثالثة أو رابعة يعني، وقضية التحرش هنا في مصر. يعني التحرش ده بقى علنا في الأتوبيس وفي الشارع وفي أي حتة وفي المطار، لكن صدر مؤخرا يعني حكمين أو ثلاثة بالإدانة للمتحرش ب3 سنين سجن، منهم قضية المطار إنه واحد بيصور ست في وضع مش صح وهي بتوطي أو حاجة كده يعني، واتهمته بالتحرش وثبتت عليه التهمة وخد 3 سنين. فالإعلام بيهلل ده، ومنهم الأستاذ عمرو أديب طبعا بيقول إن احنا دلوقتي بينا سويسرا في إن يبقى مفيش تحرش. طبعا هو بيبالغ يعني، لكن احنا نتمنى إن مصر توصل لسويسرا في عدم التحرش يعني. لكن تعليقك إيه على القضايا دي، وإن فعلا في أحكام اتخذت فيها يعني؟ انا شايف بالحقيقه دي لاول مره يعني ارى ان هذه احكام ايجابيه بالفعل، يعني احكام رادعه تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه. حتى الرجل الذي تحرش بطفله صغيره ده تحت بئر السن 10 سنين حكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، الذي قام بتصوير المراه اثناء استقبالها الشنطه من السير في المطار تم الحكم عليه بمحاكمه سريعه وناجزه بالسجن 3 سنوات. الحادث الأخير الذي تحرش بطفل صغير داخل القطار حكم النيابة أعطته 4 أيام ثم جدد له قاضي المعارضة 15 يوم، يعني بما يؤكد ثبوت التهم عليه وسوف يحصل على حكم أيضا بالإدانة. فأنا عايز أقول دي ناحية إيجابية بالفعل، نتمنى يعني ودي فعلا دوت راجع لإيه؟ راجع للتوثيق الذي تم بالتكنولوجيا الحديثة. لولا وجود أجهزة الاتصال الحديثة والتليفونات والكاميرات المراقبة ما كان هؤلاء يمكن ان يحكم عليهم في يوم ما، بل بالعكس كان يستطيع يقولوا انه ده نوع من الاتهام من الكيديه في الاتهام واحنا ما عملناش كده، وده بيكذبنا او التبرير بلبس المراه يعني، وده تبرير بلبس المراه صحيح، وده كذبسه ملفته للنظر، والطفل ده مش عارف اصله عمل ايه. لكن ان جبت حاجه التكنولوجيا الحديثه ساعدت الى حد كبير في حصول هؤلاء الاشخاص على حقوقهم وفي القضاء نسبيا على ظاهره التحرش، يعني بادرة طيبة جت الحقيقة. هل النقاب والحجاب هم أصلا يعني هو اللي زادوا عملية التحرش؟ لأن حضرتك يعني قبل سنة 70 كان في الستينات زي ما حضرتك عارف كان في لبس
مهندم للمرأة وزي متعارف عليه كما كل دول العالم حسب الموضة، سواء كان قصير أو طويل أو وسط مش مشكلة هو إيه، لكن كان النساء وقتها ما كانش في حاجة اسمها فصل بين المحجبة وغير المحجبة، وما كانش بيحصل أي تحرش بهذه البذاءة يعني. يعني كان في طبعا بس على حاجات بسيطة جدا كأي مجتمع سواء غربي أو شرقي، لكن حينما ازدادت هذه، انا طبعا انا بربط اهو بين ما تم حجبه وان المرأة تقعد في البيت، وان حتى لو مهندسة ودكتورة شهادتها مش شهادة العامل، والحاجات السلفية اللي بيدعوا ليها السلفيين اللي هي بتسقط واحدة ورا واحدة. فيعني هل ده حضرتك شايفه يعني هي صورة للمجتمع بإبراز التاريخ بتاعنا؟ هل من التاريخ بتاعكم ما كانوش مسلمين، ما كانوش بيدعوا لل يعني ما كانوش بيعبدوا ربنا، يعني كانوا مع حاجة تانية مثلا، وفجأة من السبعينات لما ظهر السادات وابتدى يستدعي الجماعات الإسلامية اللي هم كفروه قتلوه، بقى الفكر مستمر حتى بعد قتل رئيس الدولة، وإن دي عبرة لمن يعتبر. يعني انا شايف ان المجتمع ينقصه المتنورون لانهم ابراز مثل هذه الاشياء، حضرتك شايفها ازاي؟ اتفضل. نعم، هو مش عايز اربط مباشره بين لبس الحجاب والتحرش، ولكن اقدر اربط ايه؟ ان اصول افكار مستورده من الخليج، خاصه من دوله وهابيه زي السعوديه مثلا. في الوقت دوت السبعينات والثمانينات كانت قمه الصحوه الاسلاميه في دول الخليج وخاصه السعوديه. ده انا عايز اقول الحجاب ما منعش التحرش، برغم ان هو نعم. ان هو يعني بيحجب المراه تماما، ان برضه ما منعش التحرش. لا يعني هو يمنع مش طبعا، بعيب على يعني الحجاب، في انا بعيب سياسه على ان الظاهره دي حصلت كمان بعد ما انت خدت اجراءاتك الدينيه. اتفضل. صحيح، بل بالعكس التحرش وصل الى المحجبات نفسهم والمنقبات ايضا، وصل التحرش بالمنقبات والتحرش بالمحجبات. فوصل الامر ان واحد زي الشيخ حسين يعقوب بيقول ايه؟ انت ماسكه شنطه حمراء ولابسه شراب بيج، مش عايز زي واحد يعني الشراب حتى كمان يعني وصل الامر الى لون ده لون الجزمه ممكن يبقى صعب. طب ما الذي يثير غرائز الرجل في شراب بيج او شنطه حمراء؟ ما الذي يثيره؟ ما الذي يثير الرجل فيه ان حواجبها باينه او رمش وده عينيها اتهام باينه؟ للرجل على فكره يا استاذ ممدوح، يعني الرجل المصري مش كده يعني. ده الرجل اللي هو بقى الحيوان بقى، مش الانسان يعني عادي ده بقى الطبيعي. اقل كمان يعني. لما طفل 5 سنين وحجبوه، يقول لك عشان ما تسيبش الرجال 5 سنين في اولى حضانه. طبعا ده الكلام دوت مش كلام نظري، احنا بنشوفه بعينينا. نروح مدارس اولادنا كنا بنوديهم الحضانه، ابص الاقي زمايل ولادي لابسين محجبين 5 سنين في الحضانه، وتبرير ان ايه ما تسيبش شهوات المدرس ولا شهوات زميلها. طيب اللي بيصار من طفل 5 سنين ده شكله ايه؟ هل ده بشر؟ هل ده فعلا رجل؟ هل ده فعلا بني ادم؟ يعني هل ده فعلا مخلوق على صوره الله وامثاله اللي هو يعني في القداسه؟ بالطبع لا، ده انسان شهواني، انسان تجرد من مشاعره. طيب البصر من طفله، يعني ده تشبيهه ايه؟ فانا عايز لحضرتك التحرش، اكبر دوله في العالم في التحرش كانت باكستان والهند ومصر في العالم، رغم التدين الشديد في الدول الثلاثه السابقين، يعني في الثلاث دول دول. فاذا مش هقول ان هناك علاقه فرديه بين التدين، ولكن كلما يعني زاد الضغط بالفعل زاد التحرش. انت كلما بتزود وتبالغ في اخفاء المراه وفي يعني في باكستان تقدر تميز المراه من الرجل، في باكستان ما تقدرش تشوف، مش شايف حاجه، كلهم بيلبسوا الشادور الايراني دوت، وهو بيغطي الاسود من اول القدم لغايه الراس، فما حد مش مفيش حاجه باينه. ومع ذلك نسبه التحرش في باكستان عاليه جدا، تمام. مصر بقى نفس الحكايه، وفي افغانستان كمان، افغانستان اعلى نسبه تحرش. وافغانستان، افغانستان طبعا وباكستان يعني باعتبارهم دولتان متجاورتان، ونفس الفكر الطالباني، نفس الفكر هم بيعتنقوه طبعا. وتاتي بعد كده مصر. يقول لك في اوروبا في تحرش، نعم في العالم كله، ما فيش دوله مثاليه، ما فيش مجتمع ملائكه. لكن لما نقارن دوله زي فنلندا ولا دول غرب اوروبا ولا امريكا نسبه التحرش بالنسبه لدوله زي مصر ولا باكستان وافغانستان، النسبه مختلفه تماما، رغم ان دول بيمشوا شبه عرايا ودول بيلبسوا كاسيات ما فيش حاجه باينه فيهم. يعني اذا التحرش ليس ناتج عن في جميع الاحوال عن لبس المرأة، ده بجميع طبعا الاحوال طبعا هي ناتج عن ثقافه تم تغذيتها. عدم لا القانون كمان يا استاذ ممدوح، الردع والعقاب. والردع والعقاب طبعا نعم.
علاوة إن أمريكا تضم كل الجاليات وكل الدول، منهم الدول العربية والشرق أوسطية، يعني ليبيين ومصريين وسودانيين وسوريين، وبنسبة، لكن لم يحدث في هذا لأن في قانون، في قانون طبعا يطبق على الجميع، قانون رادع. والناس كمان لما بتلاقي حواليها بيعملوا كده، هم نفسهم بيتأثروا بالرأي العام اللي حواليه، بيبقى ما هو المجتمع منفذ للقانون، ما هو دي الثقافة التانية، ان بعد تطبيق القانون ان المجتمع نفسه يساعد القائمين على القانون علشان يسهل تنفيذ القانون بالشهادة وبالإبلاغ، ودي حاجة في المجتمعات الغربية احنا حاسينها طبعا. ما بقول لحضرتك لو وصلنا لأبعد مدى، قرأت عن قرية، يعني في قرية اسمها قرية العراء أو حاجة زي كده، شاطئ العراء وقرية العراء، الناس عراية تماما ولم يحدث حالات تحرش صفر. في حين إن مثلا في مناطق شعبية مثلا زي الحسين والأمرية وزنقة الستات الناس كلها ماشية، مش باينة، مش باينة، خيام سوداء ماشية والتحرش عالي جدا. إذا الموضوع مش زحمة ولا غيره، الموضوع ثقافة وردع وقوانين، والمفروض إنها ثقافة للطفل من الأول، ودي حاجة المفروض ان هي تخش في التربية والتعليم. وايضا في سؤالين ناقصين، بس يعني معلش انا طولت على حضرتك. رحلة العائلة المقدسة واضافتها الى المناهج، ده طلب من قداسة البابا وطلب من المحامي القدير إيهاب رمزي وطلب من قناتنا هنا وطلب كمان من بعض المستنيرين ومنهم الكاتبة الرائعة فاطمة نعود. حضرتك تقول ايه في الموضوع ده؟ نجيب حقيقة أن أشمن على هذا الطلب، وأتمنى أن الدولة أيضا إذا كانت جادة برضه في المساواة بين المواطنين وأنها دولة مدنية، كما أنها تدرس السيرة النبوية، تدرس أشياء من التراث الإسلامي، أن يتم تدريس رحلة العائلة المقدسة، ليس باعتبارها خاصة بالمسيحيين ولكن باعتبارها خاصة بالمصريين جميعا، لأن العائلة المقدسة دخلت إلى مصر 3 سنوات ونصف، ودي فترة تاريخية كبيرة غيرت بالفعل مجرى التاريخ. وزي ما شفت في برنامج لمحمود سعد بيقول لك ان الاصنام وقعت عندما دخل السيد المسيح الى اسيوط وفي دير محرك، الاصنام نفسها وقعت. هذا الكلام يعني لما يوثق بالفعل في كتب التاريخ وللطلبه، ده انا بعتبره شيء جيد ويجب ان الدوله تستجيب له بالفعل. تمام. سؤال اخير، الشيخ احمد كريمه بيرد على الموضوع السلفيين وغيره، هل صحي جدا ان يرد من الازهر على السلفيين ولا هو المفروض رد المستنيرين و يعني الناس اللي هم زي ما بيقولوا اللي هم ليهم فكر ثقافي في المجتمع وتنويري في المجتمع؟ راي حضرتك ايه برضو في النقطه دي؟ اتفضل. لا انا في وجهه نظري ان الرد الديني لا جدال منه، بالعكس السلفيين سوف ينتصروا علينا في هذه المعركه اذا كان الرد الديني، وجب رد ديني فتنتصر في المعركة وسيبدو هم الفائزون والطرف الآخر والطرف الأضعف. بالظبط، يبقى التهمة ما زالت قائمة على على نعم. أحد منهما يعني. نعم، أولاً أنت عندما تواجه شخص يحتكم الأفكار المتطرفة دينية بشخص آخر يحتكم الأفكار وسطية كما يدعون، الاثنين هيزيدوا على بعض، وفي الآخر هذا يتكلم بالكتاب والسنة وقال الله وقال الرسول، والطرف الآخر فتكلم بنفس النظام، قال الله وقال الرسول وبنفس الطريقة. وأنا كمشاهد وتبعت هذا وتبعت ذاك قد أميل إلى الاتجاه الأكثر تطرفا والذي يشبع رغبتي أكثر، ولكن عندما يواجه هذا الفكر الديني بفكر مدني هو يقول قال الله وقال الرسول، أنا أقول قال الدستور وقال القانون. تمام، قال الدستور وقال القانون، مظبوط. نعم، هو يحتكم للكتاب أقول أنا أحتكم للدستور، أنت تحتكم للسنة أحتكم للقانون، أنت تحتكم للتراث القديم أنا أحتكم للحاضر والمستقبل. هذه هي المناظرة التي يجب أن تتم الرد عليهم. هو عندما يقول قال الرسول من 1400 سنة أقول له لا، قال الرئيس السيسي اليوم، قال عمر بن الخطاب من 1300 سنة أقول لا، قال عبد الناصر الرئام قال وهكذا، قال المفكر الفلاني الوضع الحالي كذا، لأن إن لما رد عليه بطيار ديني مع طيار ديني، لما هو يقول لك البدلة حرام وإن الروس بيلبس جلابية، طب رد عليا من الكتاب والسنة هيطلع كلام هو الصح وأنا الغلط. لكن لما رد اقول له تعدد الاراء الفقهيه على مدار التاريخ وعندك من A to Z اراء موجوده، يعني ما فيش راي معين، فالفيصل يبقى في القانون، ارجع للقانون. مظبوط، دوت هو المرجعيه بتاعتنا، الدستور الذي احتكم عليه الشعب وحاز على 93% من اجماع الشعب المصري
هو اللي احتكم عليه. القانون الذي شرعه نواب الشعب حصل على نقطة. في نقطة مش واضحة قدام المصريين بالنسبة للدستور، هل الدستور ده للقضاء للقضاء ولا للمحامين انهم يترافعوا بيه او يتعاملوا معه، ولا القانون فقط؟ يعني حته برضو لازم الناس تبقى فاهماها. يعني بالماده الثانيه يقول لك الشريعه الاسلاميه، يا عم انا ليا دعوه بالقانون نفسه. القانون هل القاضي ممكن ان هو يحيد عن القانون بالماده الثانيه ويبقى هو كده حكم بالعدل لانه استمد من الدستور نفسه، ولا هو ملزم بالقانون اللي عنده؟ اتفضل. لا اقول لحضرتك هذه النقطة، الدستور موجه للمشرع وليس موجه للقاضي ولا للمواطن العادي، موجه للمشرع. تمام. الذي يصدر تشريعا يخالف الدستور. فإذا كانت هناك مادة، نفترض يعني مادة الربا البنكية اللي هي الفوائد، الشريعة الإسلامية تحرم تماما الحصول على فوائد أو ربا لأموالك ما لم تكون عن طريق المضاربة أو المشاركة. أما أن تحصل أنت في منزلك وشخص آخر يعطيك فائدة فهذا ربا. الموضوع ده محسوم فقهيا إسلاميا. فعندما يتنازع شخصان أمام القاضي ويقول إن هذا الكلام مخالف للشريعة فيحكم ببطلانه، هنا أخطأ القاضي، لأن النص المادة مش موجه للقاضي يحكم بالدستور نفسه، بيحكم بالقانون الموجود. طب القاضي يعمل إيه في الحالة دي إذا كان وجد إن هذا القانون باطل؟ يحيل القانون للمحكمة الدستورية، يرى أنه غير دستوري، والمحكمة الدستورية تقرر إذا ما كان هذا القانون يتطابق مع الدستور من عدمه، مش هتتطابق مع أحكام الشريعة. ده لو شاف في خلاف. نعم. لكن ما يقولش وجهة نظره من خلال الدستور ويلغي القانون. لا لا، هو لا يملك، القاضي لا يملك ذلك، لا يملك أن يبدو وجهة نظره. لا، في ناس ملكت ده يا أستاذ ممدوح، وفي تواريخ سيئة جدا في القضاء، واحد حكم بالجلد يعني. ده صحيح، لكن الحكم بالفعل لم ينفذ، دي حصلت بالفعل. اسمه محمد، المستشار محمد غريب، حكم بالجلد 100 جلد لواحد شارب خمره، قال لك يغلق في ميدان عام، وواحد حكم قبل كده قال لك ان ينفذ الاعدام في ميدان الشمس. طيب. ده كان في سنه 86 على ما اعتقد. قال لك يجب ان ينفذ حكم الاعدام في ميدان الشمس المكان الذي وقع فيه جلب المخدرات. فدي احكام لم تنفذ طبعا، لانها مخالفه للقانون. انا بقول لحضرتك اذا وقع للقاضي تراءى له ان هذا القانون غير دستوري، هو ما عليه الا ان يحيل القانون الماده اللي هي يرى انها غير دستوريه الى المحكمه الدستوريه. وزي ما اديت لحضرتك مثال الفوائد البنكيه، فهنا بالفعل احد القضاه من اكثر من 20 عاما احال هذه الماده الى المحكمه الدستوريه. المحكمه الدستوريه حكمت حكم جيد قوي، وطبعا اصبح يعني قرين على باقي الاحكام. قالت ان الدستور موجه للمشرع، والمشرع لم يغير هذه الماده، ولكن هذه الماده لا تطبق باثر الرجعي، تطبق منذ ان تم اتفاق الشعب عليها من شرعيه المصدر الرئيسي للتشريع منذ عام 82. اما ان الفوائد البنكيه جاءت في القانون المدني الذي انشاه او شارك فيه العلامه عبد الرزاق السنهوري سنه 47، اي سابقه على وضع هذه الماده الدستوريه، فانها لا ينسحب باثر رجعي وتعتبر الفوائد البنكيه غير مخالفه للدستور، لانها خالفت ماده لم تكن موجوده وقتها. وعلى المشرع فيما بعد أن يصدر أحكام تتفق مع هذه المادة اعتبارا من 10 مايو 82. تفضل يا فندم. بقول لحضرتك إذا القاضي لا يملك وحده أن يخالف القانون، زي ما حضرتك قلت في الحكم دول على الجلد في ميدان في نادي الشمس، الإعدام قصدي في ميدان الشمس أو الجلد، أو الجلد في الجلد لأنه شرب الخمر، لأن الحكمان لم يطبقا، الحكم الأصدار مقابل الظلم ما تطبقوش بالفعل واتلغوا في هذين الحكمين. اتلغوا تماما. فالقاضي لا يملك. وفي بعض القضاة حكم قضايا بسيطة لكن لم توصل الحقيقة يعني بعض الناس قال لك إن شهادة المسيح لا يؤخذ بها. مثلا. ده ما زالت. ما فيش نص قانوني. ده قالها كمال مغيث في بعض البرامج عندنا كمان في برنامج الأستاذ هاني، وقالها وقال إن شهادة المسيح بعض القضاة بيقولوا لا لا تجوز، ولا الشهادة في الجواز شهود عدول يعني معناها يبقوا مسلمين، يعني ما ينفعش ان انا اشهد على جواز واحد مسلم. برضه هنا ما فيش نص قانوني حاسب بالمساله دي. لكن هو بيحسمها بقى الراجل بقى حسب الشريعه بقى حسب هواه. ما هو ده اللي انا كنت لسه هقوله دلوقتي، ان هو في حاجات ما بتبانش للناس انها يعني مخالفه للقانون ولا تروح للمحكمه الدستوريه، لكن هو بينفذ فيها رايه هو وفكره هو ورؤيته هو لما يقراه من الشريعه وهو مخالف للقانون. وما نقدرش نثبتها عليه. دوت لو القاضي اصدره بحكم ورقي بحكم خاطئ، ولكن القاضي
بيعمل ايه؟ لما تقول شاهد مسيح فضيحه الشخصيه بيقول له اسف مش قصدي استهانتك، لكن ما بتدونش في محاضر الجلسه بالظبط فيه حيثيات الحكم تبقى شفوي. فبالفعل يعني حاجه زي دي ما فيش نص. طب اذا كان القضاء بيعمل كده ما السلفيين يعملوا اكتر من كده. طيب ده اللي احنا بنقوله. ورجعنا للنقطه الاولى لحقول الدوله غير جاده في محاربه هذا الفتن. ان شاء الله تبقى جاده، لان عقيده رئيس الدوله لا هو سلفي ولا اخواني، وان فعلا اعتقد ان في امل ولو بسيط قوي ان احنا نتجه الى الدوله المدنيه او العلمانيه بالمعنى الاصح، يعني وهو ابعاد الدين عن الدوله، وان الفكر الفقهي ده مجادله، وان كمان حريه التعبير كمان يا استاذ ممدوح ان لازم ارد بحريه التعبير. ما ينفعش ان علشان انا خايف من رد الفعل اللي قدامي انه هيقتل ويذبح وغيره فانا مش عارف اقول رايي، يعني زي مثلا استاذ رجاء عطيه، يعني ما هو الكنيسه ممنوعه من الرد عليه. والله دوت انا عايز اقول دوت يعني نوع من مش عايز اقول الخوف يعني من الكنيسه، ولكن ربما الكنيسه اللي بتجامل هذا الموقف اطلب من المعنيه بالرد يعني دون ان تخشى حاجه يعني. ونحن نطالب بالرد، بس يعني ما هو ده في المجتمع، هل الرد له ايجابيات؟ هيبقى له سلبيات كتيره قوي. لا، مع عدم الرد يؤخذ لان هيبقى في تحريض، لان هو الرد الثاني، ما هو الطرف الثاني ده هو واقف بالسلاح، انت هتقول رايك اه مش عاجبني هستخدم عادي يعني، ما هي بلطجه. نرجع لنقطتنا يا استاذ عادل، ماشي، نرجع نقطه ثانيه اتكلمنا عنها، اين الدوله من هذا؟ هل الدوله تشجع السلاح ام تشجع من يرد؟ بس نرجع للنقطه الاولى بالظبط، يعني هل الدوله تشجع هؤلاء على مسك السلاح والتعنيف ومواجهه رد الفعل بالقاتل، ام انها الدوله تحتكم للقانون والدستور وتحتكم لل ده لو على كمان ان الرد المسيحي لو يعني جاب حاجات ايات من القران ولا الاحاديث كمان علشان يستدل بيها ممكن انه يبقى في تطاول عليه ان هو ازدراء كمان، يعني في قانون تاني. طيب حلو قوي، وبمعنى ذلك الكنيسه تسكت فيعطاها موافقه منها لما يبديه هؤلاء. ما الصمت هنا يا استاذ لا يفسر انك صامت عشان انت يعني مؤدب او كويس او دي حاجه حلوه، لا ده الصمت يفسر انها موافقه على رايك. عندما تقول لشخص مثلا هل مثلا تاتي معي او تاكل فلم يرد، معنى ذلك موافق يعني انت عملت الجريمه دي وسكت ما ردش. يعني عدم الرد باه ولا لا لا يعتبر نافيا او استنكارا، بل يعتبر موافقه. يعني انت اذا ما قلتش اه ولا لا على رايي فاعتبر موافقه على الراي. فالصمت دوت لفتره طويله يعني مهاجمه الانبا رفائيل البابا لم يسكت عنها من روزا اليوسف، وكان هيرفع قضيه ولولا الاعتذار والحاجات دي كلها، فهل مهاجمة الكتاب المقدس والسيد المسيح وإيمان المسيحيين أليس بهذه القدسية اللي الكنيسة برضو واجهت بيها مجلة روزا اليوسف، تواجه بيها رجاء عطية لأن ده منصب في الدولة اسمه نقيب المحامين؟ صحيح، ما دام حضرتك انا يعني تمام بتفق معاك 100%. انا لست ضد الكنيسه ولكن اطلب تفسير ان ليه ساكته، يعني ده برضو يعني ده منصب في الدوله، هل ده معنى ان رئيس الوزراء او وزير ممكن ان يهاجم المسيحيه والكنيسه والكنيسه تسكت برضو؟ يعني ده سؤال، ما السؤال بيساله كل مسيحي مش انا بس. طبعا طبعا ما ترد، لا الكنيسه تترد يعني بغض النظر عن العواقب يعني، ومعروف الردود بتاعتنا بتبقى لينه. ويعني احيلك لحوار بين توفيق الحكيم الكاتب الرائع توفيق الحكيم وبين قداسه البابا شنوده في سؤال عن انجيل لوقا في الايه اللي هي لم اتي لالقي سلاما على الارض بل نارا فماذا اريد لو اترمت، وشرحها بكل وقار قداسه البابا شنوده وتقبلها بكل احترام الكاتب توفيق الحكيم، وده كان حاجه راقيه جدا. ليه ما يتعملش حاجه بهذا الاساس ويتجاب رجاء عطيه على صفحات الجرايد بحوار راقي جدا، وان يبقى في مسموح للكتابه في حد ما بحيث ان يبقى في حاجه اسمها حق الرد يعني. صحيح، المنوط هنا بهذه العمليه ليس نحن كعلمانيين، ولكن منوط برجال الكنيسه لان هم يعني منوط بهم الدفاع عن الدين. رجل الدين دي شغلته الدفاع عن الدين، وليس الرجل العلماني. من ناحيه اخرى هو اكثر تخصصا واكثر علما واكثر تفقها. من ناحيه ثالثه من ناحيه اخرى ان رجل الدين عندما يعني يدافع عن الدين لا يستطيع احد ان يتهمه بانه لا يفقه شيء او انه يعني يصير فتنه او الى اخره، لانه يرد فقط وهو رد فعل وليس الفعل نفسه. بالظبط، ففي جميع الاحوال كان من وجهه نظري يتعين على الكنيسه ان ترد على رجاء عطيه وامثاله
مشجع عطيه بس، وابراهامي والحويني ويعقوب والاخر، كل من يقومون بالزراء المسيحيه ليل نهار هم اللي حكوم الكنيسه تسترد. اما وانا الكنيسه اخذ موقف سلبي ولا ترد، فهذا لا اعتبره يعني نوع من يعني هقول ايه يعني حسن المعامله بقدر ما هو نوع من يعني عدم الدخول في المشاكل. ربما وجهه نظر الكنيسه كده، الباب اللي سد منك الريح سده السليم، يعني سد الذرائع، ده موقف برضه فقه اسلامي ان هو سد الذرائع. اي مشكله لك وتجد انا ذكرت موقف قبل كده الكنيسه ما وقفتش عنده، لكن في موقف اهو الكنيسه سكتت يعني بلا مبرر. يعني انا لا ادين طبعا ولا ابرر، لكن ليهم الحق، لينا الحق في انها ترد على الاقل انه لا يحق لك، يعني كلمه لا يحق لك ان تتدخل، ودي بس يكفي، يكفي جمله واحده حتى. والله انا يا استاذ عادل من وجهه نظري مش شايف مبرر لسكوت الكنيسه كوجهه نظري، يعني مش شايف مبرر. هل هو يعني نوع من سد الذرائع؟ هل هو نوع من ومش مطلوب من قداسه البابا نفسه اللي يرد، لان في الكنيسه في مواقع اخرى ممكن ترد، ممكن ان يرد من خلال مجله الكرازه، ممكن ان يرد من خلال، هو طبعا في بعض المواقع ردت وفي بعض القنوات ردت، فهل ده يعتبر يعني نوع من انواع الرد الكنيسه مثلا؟ لان القنوات دي قائمه يعني الدوله قائمه انها بتتحدث باسم الكنيسه زي السي تي في مثلا. لا انا بقول لحضرتك لا هذا الى ابعد مدى، ان البابا بنفسه يرد في قنوات الدوله نفسها، يعني اذا طلب البابا حق الرد هل تظن حضرتك ان وده هيحصل بس على مدى بعيد، يعني لان هو لما بيجي يحصل لقاء مع قداسه البابا بيقولوا له زي ما سالوه مره سالوا البابا شنوده عن العوه مثلا وغيره والاخوان والكلام ده كله، فده بيحصل بس بعد الحدث ما يكون مر بحوالي شهور وسنين. يعني بقول لحضرتك اذا طلبت الكنيسه سواء البابا او غيره يعني من رجال الدين، اذا طلب حق الرد امام اجهزه الدوله، هل تظن من هذا المبارك يعني وانا عارف انك امين، هل تظن الدوله تنتهي تقول لا ما تردش يجوا يتكلم؟ طبعا لا، ده الكلام ده يعني انا انسيه تماما، يعني الدوله كانت بتقول لك احنا اهو بقى احنا عنصريين اهو، يعني اذا افترضنا البابا الصبح بكره قال لك انا عايز ارد على هو مش مطلوب عطل. من الدوله وبس من الجريده اللي نشرت على رجاء عطيه، يطلب انه من الجريده نفسه رئيس تحرير او من رئيس مجلس الاداره انه يرد على الكلام ده، وده من حقه. صحيح ده حقه، مش مطلوب من الدوله، يعني ده مطلوب من الجريده نفسها. تمام، اذا كان ده مفهوم الشخص العادي هل مش مفهوم ليه لمؤسسه ومؤسسه كبيره؟ يعني مظبوط، مش مطلوب من الممثل الشرعي لجموع المسيحي الاقباط على مستوى العالم، اذا كان شخص عادي وقال عايز ارد محدش يقدر يمنعه يقول له لا اتفضل رد بتاع في نفس الجريده. انا بقول بقى الممثل الشرعي ل 20 مليون قط في العالم وعايز يرد اكيد هيتاح لي، ولكن ربما يكون هناك تفاهمات اخرى لا نعلمها، يعني انا لا اعرف طبعا ممكن التفاصيل. لان هو برضو الدوله بتزج بالكنيسه في مواقف سياسيه رغما عنها، يعني مش ربما يكون هناك تهديد لها بشيء معين ايا كان، لكن هي بالحكمه ان فعلا قبل كده حصل هجوم على نيافه الانبا رفائيل والبابا لم يتقبله، واعلنت روزا اليوسف اعتذارها ليه لما كان في قضيه وفي حاجات كده وكان في حسم، وايام البابا قداسه البابا شنوده طبعا الجريده الصفراء بتاعت اللي ذكرت يعني جابت صور وقالت ان ودعت انها على الراهب وهي صور للسويركي نفسها، يعني كان تزوير واضح وفج يعني، وحكم اغلقت الجريده وده ايام حسني مبارك يعني كان بيدي تصاريح بالهبل للجرايد الصفراء، حكم رئيس مجلس الاداره بالسجن 3 سنين ومات في السجن وقتها كمان لان الدوله ما كانتش عايزه تخرجه ولا حاجه ولا تعمل اتفاق بينه وبينها، وده كان في العهد القريب يعني انا بفكر الناس المشاهدين. صحيح. فالكنيسه ليها مواقف، لكن في مواقف تانية احنا ما نعلمهاش، لكن احنا بنطالب حتى بالرد الاعتباري لان ده من حقنا ان يتم، ان ده ليس لك من حقك وانت في هذا المنصب ان تنتقد او انك تقول رايك في الدين، لان هذا المنصب مدني بحت، ده وخاص بالقانون كمان، يعني الماده تنص وحاجات كده، يعني ده نقيب المحامين يعني الماده نفسها يعني. استاذ ممدوح احنا بنشكرك وطولنا عليك، لكن ارائك كلها طبعا
يعني بتبقى من خبرات التعامل في هذه المجالات كلها، وخصوصا حقوق الإنسان والطائفية اللي كانت موجودة في مصر التي ما زال بعضها موجود على الساحة. بنشكرك شكرا جزيلا، ولينا لقاءات أخرى في مواضيع أخرى. شكرا جزيلا سيادة المستشار ممدوح نخلة، ربنا يخليك. الحقيقة في كم خبر كده هنقراهم مع حضراتكم، يعني بينم على كل السياق بتاع الحلقة وكل الأسئلة اللي احنا سألناها، ولكن هو ده الإعلام. يعني الحاجات اللي هي الاهتمامات الإعلامية في الإعلام المصري، منها محمد حسين يعقوب الأول بيقول إعدام الإخوان. احنا قلناه خلاص، ما فيش داعي إن احنا نجيب الخبر، لأن هو ده فعلا هي في إيد رئيس الدولة. هل هو لو فعلا حكم خاص بالإخوان بالتاريخ، هل هو ممكن ان هو ينفذ او لا؟ التاريخ هناخد اعترافات الشيخ محمد حسين يعقوب، ده اول الاعترافات، ودي كانت يوم 15 في اول ظهور ليه. يعني نشوف هو قال ايه. طبعا هو كل اللي قاله استاذ ممدوح نخله قاله وعقب عليه يعني، ولكن الرسمي في الاعلام المصري قايلين ايه. نرفع مع بعض ونشوف الخبر. فجر الشيخ محمد حسين يعقوب عدة مفاجآت خلال شهادته أمام هيئة محكمة المتهمين أو محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش إمبابة اللي هو يوم الثلاث، حيث تبرأ من الفكر السلفي. هو نفسه سلفي، تبرأ من الفكر السلفي. محمد حسين يعقوب للقاضي: أنا جاهل. وخلال شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب وجه إليه قاضي المحكمة لوما قائلا له: ظننا فيك كان أكثر من ذلك، واعتقدنا أن ينفرد جوابك في كل المجالات. ليرد قائلا: على قد ما بعرف أنا جاهل حكم قتل المسلم. وقال المسلم مش الإنسان، الحكم قتل المسلم بس. وطبعا في العالم كله في قوانين، هو يجهل القوانين الدولية ويجهل القوانين المصرية وبيتكلم على مزاجه. حكم قتل المسلم وقتل غير المسلم كمان مش مجرم بالقانون، مجرم طبعا بالقانون، وفي قضاء وفي كل حاجة وحسب الدستور، بس يعني الأمزجة. ثم وجه إليه القاضي سؤالا آخر قائلا: ما هو حكم قتال الجيش والشرطة وضرب المنشآت والمرافق العامة؟ ليرد قائلا: لا يجوز قتل المسلم. برضو رد بسلفيته: لا يجوز قتل المسلم. طب انت لو شايف اللي قدامك ده مسلم شكله ازاي يعني؟ ما انت ممكن تكفره، وهو مسلم، هو في البطاقة مسلم، ممكن تكفره زي ما كفرته قبل كده ناس، يعني كفرته الخازندار وده كان من القضاء وقتلته زمان. ما اصل لا افصل بين الاخوان والسلفيين، خلي بالك هو برانش يعني، هو حاجة كده يعني نفس الفكر. ويجوز قتل المسلم برضو بعد تكفيره رئيس الدولة، يعني قاضي جليل ورئيس الدولة كمان، وده كان معاهم. طب والجيش والشرطة؟ طب ما هو نفس الوضع، ما هو هيكفروهم يقول لك طواغيت ومعرفش، يعني الأسماء العربية يعني ما جاتش غير على المصريين. يعني فيش حد في الدنيا كلها بيقول إن جيشه وشرطته وبلده عليهم طواغيت، حاجة صعبة قوي يعني. تكفير المجتمع المصري دي حاجة مش عارف أنا النظام والدولة ساكتين عليها ليه. أنا أتكلم هنا على المسلم وغير المسلم والمنشآت العامة، لكن القاضي رد عليه، القاضي نفسه رد عليه قال له: أنا بتكلم على كل الناس وحكم الاعتداء على المسلمين وغير المسلمين، لأن عندنا أجانب. حتى لو ما عندنا يعني، حتى لو أباح طب والأجانب اللي جايين سياحة دول يا عم الحاج هتعمل فيهم إيه؟ والناس اللي بيتعاملوا معاك كاستثمارات، والناس اللي بيطلعوا لك خيرات الأرض، إيه ده؟ في إيه؟ أنت فين أنت؟ أنت عايش في أنهي حتة من الزمن؟ انت تقوقعت بس لا الوم عليك، انا الوم على اللي خلاك تقول كده، لان في امن دوله وفي مخابرات وفي كل حاجه، وان تغييب الشباب بهذا الحد بوجهه نظر دينيه دي حاجه يعني مش عارف اقول عليها ايه، مش عارف اقول عليها ايه. بس ده درس للناس وللشباب، ان مش كل حاجه تتقال لك تصدقها، مش كل واحد يقول لك ارمي نفسك للتهلكة، تعال جاهد، روح جاهد واقتل نفسك وتفقد أسرتك وأسرتك تفقد العائل وهكذا، لمجرد فكر فقهي ليس له من الدين إلا رؤية. حاجة صعبة قوي. وإن يعني حتى لما قال له الخليفة ولا ولي الأمر، قال له ولي الأمر، أمال إيه الخلافة اللي أنت بتنادي بيها دي؟ الخلافة وقالت الصناديق للدين، نعم دين إيه يا عم؟ ده كان تغيير 8 مواد في الدستور والدستور كله اتغير.
يعني هو كان المجلس العسكري بيعمل هذا علشان يشوف العملية لو في اتجاه ديني يعمل ايه، مع ان المواد اللي موجودة ما فيهاش اي حاجة عن الدين خالص. وانك تقول نعم او لا دي حاجة لمصلحة البلد، لا دي علشان يتعمل دستور من اول، مش من اول وجديد، على حسب المتفق. وتعمل الدستور للأسف كان تبع الإخوان، وبعد كده لما ألغي في عهد السيسي في بعض الحاجات اللي هي يعني المجتمع غير راضي عنها، ولكن برضو عدت لأن القائمين على الدستور احنا بنعتبرهم مشرعين وهم دول اللي بيشرعوا للشعب المصري، لكن الدستور فيه تعديلات بدليل ان حصل تعديلات بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية. يعني الدستور ما هواش كتاب دين، الدستور ده هو عقد او شريعة، يعني عقد شرعي، شرعي يعني مش حسب الدين، شرعي يعني حسب الشارع، يعني حسب رأي الناس. هذا العقد لكل الناس بكل الطوائف، لو في مصري واحد بهائي يبقى بهائي، يبقى الدستور لازم لابد ان يذكر البهائيين، لو في واحد ملحد يذكر الملحدين، يذكر المواطنين كلهم. لو انت عايز تعددهم طوائف دي حاجه تانية، لو عايز تميزهم دي حاجه تانية. فهل الدستور تمييزي؟ المحكمه الدستوريه العليا هي اللي تقول ان الماده التانية والثالثه تمييز للمصريين. رد يعقوب والجيش والشرطه ناس مسلمين، المهم رد يعقوب الجيش والشرطه ناس مسلمين ولا لا؟ يجوز الاعتداء عليهم. طب وغير المسلمين يجوز الاعتداء عليهم؟ طب وغير الجيش والشرطه الناس اللي هي بتوع السياحه والحاجات اللي غير السياحه وفجرتوا نفسهم في السياحه، لا يجوز الاعتداء على المسلم ولا غير المسلم؟ ده القاضي اللي رد عليه. وعاوزين نعرف منك الشرع قال نعمل ايه في اللي قتل مسلم واللي غير مسلم؟ ليرد قائلا يقتل. الله، ما انت في دروسك يا ريس كنت بتقول لا دم المسلم مش متكافئ مع دم غير المسلم، دلوقتي يقتل ولا عشان قدام القاضي؟ لكن القاضي رد عليه وكيف ننفذ حكم القتل؟ ليرد قائلا انا مش باحث ومش فاهم في الحتة دي. طيب بتقولها ليه؟ ثم وجه القاضي إليه سؤالا، أليس هناك عقوبة إعدام؟ لرد الشيخ عقوبة الإعدام شرعت بأحكام معينة غير أحكام القرآن الكريم. أهو تعارض أهو. قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة 8 أغسطس المقبل لحين حضور الشيخ محمد حسان وسماع شهادته في قضية خلية داعش بن بابا المتهم فيها 12 شخص، تشكيل خلية إرهابية واستهداف رجال الجيش والشرطة. هيستدعوا محمد حسان، يا رب يستدعوهم كلهم، يستدعوا كل الناس وياسر برغامي وغير وغير وغير، وتكفير المجتمع وتكفير الأقباط والحاجات دي كلها اللي بيسمح بيها بتسمح بيها مؤسسات الدولة من مخابرات وغيره. يعني انت لما تسمح ان واحد بيكفر 20 مليون بني آدم عندك، ده غير كمان اللي هم ارتدوا عن الإسلام، يعني تبقى انت عايز ايه بقى؟ يعني انت بتكفر نص المجتمع فالباقي خلاص، ما هو اعتبر انهم 73 فرقه منهم فرقه واحده ناجيه، يعني في كام 73%؟ يعني نعتبر ال 74% دول 100%، يبقى كام في الميه مش متكفرين في مصر لو مشينا ورا السلفيين؟ يبقى يعني اي خناقه، اي تعبير عن الراي، اي حاجه حلل دماء، بقت قانون غاب. طبعا ضد الدوله المدنيه على طول الخط، ضد الحضاره وضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان. نشوف بقى البلاغات اللي الناس ابتدت تتهم بيها حسين يعقوب. أول حسين يعقوب بيلغي مواقعه كلها من على النت وغيره، الظاهر إن هو خايف إن هو يتحاسب على الكلام ده. الشيخ محمد حسين يعقوب يغلق موقعه الرسمي بعد شهادته في داعش بن بابا. طبعا الناس هتبتدي تقارن بين اللي قاله على اليوتيوب واللي قاله في المحكمة. أعلن الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية المذاع على فضائية MC مصر إغلاق الموقع الرسمي للشيخ محمد حسين يعقوب. وقال عمرو أديب أن الشيخ محمد حسين يعقوب أغلق موقعه الرسمي بعد شهادته في قضية داعش بن بابا علشان يريح دماغه ولعدم مساءلته في وقت لآخر. أقرأ أيضا عمرو أديب، قنوات الإخوان استغلت شهادة حسين يعقوب في الهجوم على مصر، وكانت قررت المحكمة استدعاء كل من محمد حسان محمد حسين يعقوب لسماع شهادتيهما في القضية المعروفة بخلية داعش بن بابا بناء على طلب الدفاع لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعاني أمام المحكمة. أسندت النيابة للمتهمين في القضية تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. اقرأ أيضا عمرو أديب شهادة محمد حسين يعقوب خدعة ولم يتراجع عن أفكاره طبعا. وقررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المصرية المنعقدة بمجمع أو بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة 12 متهم في قضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش إمبابة إلى جلسة 8 أغسطس المقبل لعرض التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية لمحمد حسان. محمد حسان قال إن هو عيان وعشان كده مش ما راحش المرة الأولى والتانية، بس هيروح وهيدلي برضه بشهادته اللي هتبقى يعني كوبي بيست يعني نسخة بالكربون يعني. في بقى بلاغات ضد حسين يعقوب كمان، لان هو قال حاجتين ضد بعض يعني. ففي محامين نصحين راحوا مقدمين بلاغ، منهم حاله بلاغ يتهم محمد حسين يعقوب بالزواج من اكثر من 20 عذراء لنيابه امن الدوله بعد تحقق الجهات المختصه. في راجل مقتدر ما يتجوز يجي 30 طالما الشرع بيسمح له يعني. انا يعني مش عارف هو يعني يتجوز 20 ولا هو ال 20 على ذمته طبعا يحاكم يعني، انه اعتقد ان هو ناصح يعني يتجوز اربعه ويطلعهم وهكذا. بعد تحقق الجهات المختصه في البلاغ المقدم للنائب العام ضد الشيخ محمد حسين يعقوب في قضيه زواجه من اكثر من 20 عذراء وغسيل اموال بالملايين تقدم به الدكتور هاني سامح المحامي، تم احاله العريضه رقم 78081 الى نيابه امن الدوله العليا. واو. تقدم المحامي الدكتور هاني سامح ببلاغ للنائب العام حمل رقم 77441 ضد داعية محمد حسين يعقوب، وجاء في البلاغ ان ما ورد بشهاده يعقوب في قضيه محاكمه 12 متهما من تنظيم داعش الارهابي في القضيه 271 لسنه 2021 جنايات امن الدوله طوارئ قسم امبابه من اقرار يعقوب بممارسته للخطابه والدعوه على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلا على دبلوم المعلمين في سبعينيات القرن الماضي لا غير، وانه قسم المجتمع الى فئات تقاسمها مع دعاة ارهاب اخرين. الاعلام ابتدى ينفجر، هم ابو اسحاق الحويني واسمه حجاز الشريف ومحمد حسان. جاء في البلاغ تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب واعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقه المجرم الإخواني محمد عبد المقصود من أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من 30 عذراء. يعني الخبر بيقول 20 وفي الخبر بيقول 30 رغم كهولتي. استند البلاغ إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى، وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون، واستنادا إلى المادة الثانية وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام ممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون ومضاعفة العقوبة حال التكرار، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسة الدعوة بدون ترخيص كما هو ثابت بشهادته في قضية دواعش إمبابة ولإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف. الحقيقة البلاغ في حد ذاته استخدام القانون طبعا من قبل المحامي وده من حقه، فهل إيه اللي هيتم فيه في الأسابيع القادمة هنشوف يعني. لكن إن هو يغلق كل اليوتيوب بتاعه، أنا مش عايز يغلق، أنا عايزه يكشف فكره أكتر، بس عايز الرد يا اخوانا يعني، عايز يترد عليه سواء من مسلمين مستنيرين من مسيحيين من اي حته في العالم، يترد على هذا الفكر المتخلف، فكر العنصري ده، فكر ان هو مش شايف حد غير ان المسلم والباقي عادي ممكن ان هو لو غلط فيه يبيح دمه يعني دي حاجه، وان المسلمين هم اللي بيفكروا والباقي كالانعام يعني دي حاجه. ما هو فكره ما موجود عندكم يا اخوانا، وان احنا انتوا لسه هتشوفوه الفكر ده. طبعا مش كل مسلم موافق عليه،
في طبعا مستنيرين وناس اصحاب حضاره الكلام ده ما يخلش عليهم، بيفلتروا الكلام ده وبيردوا عليه. وفي ناس تانية الشباب اللي قصد هذا القاضي الجليل ان هو يقدم درسا ليهم، لكن في درس اخر اسمه المعاريض، وانه ممكن يبرر هذا الموقف. فيعني حضرتك طبعا اعتقد يعني ادرى مني بموضوع الفقه ده، لكن هو ده موجود، ده موجود. فانه الفكر ده انه يختفي، لا انا مش عايزه يختفي، انا عايزه يطلع للساحه ويترد عليه، يترد عليه مش يختفي. ليه؟ ما يختفي ده يبقى نار تحت الرماد، لان يبقى في ناس يقول لك ده بس كده علشان السلطه وبتاع، ويجيبوها في السلطه والدوله. لا، انا عايز السلطه والدوله تنشر هذا الفكر، وتنشر انه فكر متطرفين، فكر اجرامي، فكر ليس من الدين في شيء. هو ده محاربه الفكر بالفكر، مش انك تطفي كله. لا، الناس موجوده برضو الافكار بتاعتها، وممكن يجيبوا لك تسجيلاتك من اي حته ويترد عليها برضو. الشيخ احمد كريمه رد برضو على الموضوع ده، وطبعا يشكر الشيخ احمد كريمه، باين ان هو في اعتدال وانا اشيد بيه، لكن هو رد اللي قال الاستاذ ممدوح ان الدين بالدين هو برضو خساره في الاخر، لانه مكسب لاحد الطرفين. احنا في دوله دينيه، ولكن يشكر عليه لانه بيرد بصفته ان هو برضو كرجل دين وفي نفس الوقت كمواطن مصري. انا اخدها من جهة، لان يعني الشيخ احمد كريم راجل معتدل جدا، فاخدها من جهة ان هو رجل مصري ويتحمل مسؤولية ان هو كرجل دين تانية، لكن انا هنا كمصري. قال الدكتور احمد كريم استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر ان العمل الافتائي تخصص ويعد نوعا من انواع الدعوة الاسلامية. وتابع كريمة خلال مداخلة هاتفية عبر صدى البلد الازهر المنوط فقط بالعمل الافتائي، هي وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وطبعا هي بتبقى خاضعة لمشيخة الأزهر، لكن للدولة برضو في نفس الوقت. وفقا للدستور مشيخة الأزهر وحدها هي المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، مردفا تم استخدام الكيانات الوهابية الإسلامية منذ السبعينيات. طرق إلى أن السادات كله بيرجع للسادات، طب والمعالجة إيه؟ هو بعد السادات الكل مستجيب ليه؟ ما يعني الدولة نفسها ليه مستجيبة؟ ليه مؤسسات الدولة مستجيبة؟ ليه السادات عمل المحنة دي واحنا واقفين نتفرج عليها؟ الشؤون الإسلامية مضيفا أن تم استخدام الكيانات الوهابية الإسلامية منذ السبعينيات، يعني الوهابية بتنتهي في السعودية وتتأصل عندنا في مصر اللي ما كانش ليها جذور أساسا منذ السبعينيات لسحب البساط من الأزهر. لا، الأزهر بقى وهابي، الأزهر بقى إخوان. في ناس في الازهر بتقول اللي بيقولوا يعقوب، يعني مفيش فرق. واضافها الكيانات الوهابيه والاخوان وجهان لعمله واحده، الكيانات الوهابيه والاخوان وجهان لعمله واحده. هو طبعا كشيخ معتدل، هو طبعا في كل اراء، هو مش بيحيد، هو يعني من الناس اللي تاخد رايه بصراحة. هل تكفر الطرف الآخر من الآخر من الدولة المصرية ويقصد بهم المسيحيين؟ لا طبعا، لأنهم أهل كتاب، هم ليسوا كفار، وهو صاحب هذا الرأي وده بيستند على عقيدته على إيمانه. لكن أنا بطالب الدولة، ما بطالبش واحد لمجرد رأي شخص، لأن هو لا هو يقول ده واحد تاني يقول حاجة تانية. فأنا يعني انا بس بستند اليه ان هو في راي معتدل، اهو زي ما بقول لك كده، ان في معتدلين بيقولوا ارائهم. ليه انت بتاخد راي المتطرفين؟ فانت عندك الخير ما تعمله، ليه بتحيد ناحيه الشر وتعمله؟ فهو اذا الشر ده استخدام اجرامي، فايا كان بقى المنهج، ايا كان المبرر، فانت مجرم بالتبعيه. لكن في خير بيتعمله في القوانين المصريه وانك تمشي عليها، والقوانين ابدا ما بتقولش انك انت تعتدي على حد خالص. ما فيش في قانون في مصر بيبرر انك انت تعتدي على حد، بل بالعكس هو تجريم الاعتداءات حتى في القوانين المصريه. كون ان القاضي بيحكم في جدل في حاجات تانية وبيدخل اراء فقهيه وحاجات، دي حاجات تانية، احنا ما زلنا بنحارب هذه الافكار، لكن احنا مع المعتدلين، منهم الشيخ احمد كريمه. لكن انا لا اؤيد ان الدين وحده يبقى كافي للرد، لازم الدوله والمستنيرين وايضا كل المتضررين من هذا الفكر السلفي، وخصوصا المسيحيين كمان. واكمل الافتاء تخصص وليس كل خريج الازهر يصلح للافتاء. ده هو قال
كيف تولي خريج دبلوم المعلمين الدعوة ويتربح منها يجب محاكمة هؤلاء بتهمة ازدراء الأديان؟ طبعا أنا تهمة ازدراء الأديان دي أنا عايز أشيلها دكتور أحمد، مفيش حاجة اسمها ازدراء أديان، لأن يعني كل الشيوخ المسلمين بيقولوا رأيهم في المسيحية بكل يعني عنجهية بما فيهم خريجين الأزهر نفسه، فيعني لازم يترد عليهم، ومفيش حاجة اسمها ازدراء أديان، في حاجة اسمها انك انت بتعتنق هذا الدين، هو الدين ده ليس ملكك شخصيا، انت كمسلم، فالاسلام ملك العالم، المسيحية ملك العالم، حتى الهندوسية ملك العالم، مفيش حاجة اسمها ملك شخص، الدين لا يملكك او لا تملكه، ما ينفعش. وعشان كده ابعاد الدين عن السياسة والمواطنة والقانون ده واجب على المجتمع انه يسعى ليه، سواء مرأة او رجل، وده ما يعني ما ينفعش ان هو نقعد نعيد ونزيد فيه. يعني اكتر واحد استخدم الدين في السياسه والسياسه في الدين هو السادات نفسه، واتخذ لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين، هو اول واحد خلط الحابل بالنابل، وكان عقابه يعني من الله نفسه، يعني ما فيش حد يعني ان هو ما تفهمش بقى، هو جمع دول ودول وحط الناس اللي في السجن اللي ملهمش ذنب، مش عارف هو عمل ايه، لكن عمل حاجات كتيرة لتأسيس حكم وسلطة، مش موضوع دين، واستخدم الفقه لمزاجه الشخصي يعني، فده مش مثل يعني يحتذى بيه، لازم ان احنا ما نتفرجش عليه وما نكرروش. طب السادات عمل كده يا دكتور احمد كريم، احنا عملنا ايه بعد السادات؟ ما السادات مات، لكن الفكر بتاعه موجود. يبقى اذا محاربه الفكر هي، انا زي ما قلت في اول الحلقه، لا يهمني الاشخاص خالص، يهمني الفكر. الفكر موجود، السلفي موجود، فكر عنصري تمييزي لازم ينزع من المجتمع، لان ده اجرام، ده اجرام في حد ذاته، اجرام دولي واجرام حسب حتى الدستور المصري بما فيهم الماده الثانيه والثالثه. ناخد الكنيسه، وده آخر حاجة يعني، ودي خاصة بالرئيس بايدن. الكنيسة تعاقب بايدن بعدم التناول، ونشوف بره بياخدوا الموضوع ده ازاي يعني. والعلم هنا اليوم السابع، أنا جبت المقال اليوم السابع، أنا تأكدت إن ده موجود في المقالات الأجنبية، وإن فيه فعلا خلاف بين الكنيسة الكاثوليكية والرئيس بايدن، لكن هو مجرد خلاف على شخص بايدن، بيقول لهم أنا رأيي من رأيكم، لكن رأي الدولة، رأي الأغلبية، رأي الديمقراط بيقول إن لا، الإجهاض اللي فيه حاجة تانية، فده مش من حقي إن أنا أفرض رأيي كرئيس دولة، كرئيس دولة على رأي المجتمع، لأن ده مشي بقرارات من يعني زي ما يقولوا انتخابات للقانون والحاجات دي، مش كل الولايات بتبيح الإجهاض لكن أغلبهم يعني. فإحنا نقرأ الخبر ونقول اليوم السابع كتبته بصيغة إيه يعني. مواجهة في طريقها للتصعيد، يعني فاكر إن في تصعيد في أمريكا بين الدين وبين السياسة يعني، وده يعني مش ممكن هيحصل يعني. مواجهة في طريقها للتصعيد، تشهد الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والكنيسة الكاثوليكية بعدما أقدمت الأخيرة على التصويت بالموافقة على حرمان بايدن من طقس التناول، وذلك ردا على موقفه من الإجهاض. وعلى الرغم من إعلام بايدن في مناسبات عدة معارضة الإجهاض بشكل شخصي، هو نفسه بشخصه ضد، إلى أنه يرفض بشكل شخصي تعميم هذا الرأي على عموم الأمريكيين، حيث قال في تصريحات سابقة أنه يرفض الإجهاض، إلى أنه لن يملي على الأمريكيين هذا الموقف. يعني ده مش رأيه، في رأي الأمريكيين بالانتخابات بيقولوا أن الإجهاض ده يعني، وطبعا يعني معرفش مر إزاي، والديمقراط هم اللي بيسعوا لده، وربنا يسترها إن شاء الله. أنا ضد طبعا الموضوع ده، لكن خلاص يعني، ما هو بالقانون، ما هو كل حاجة بالقانون هنا، وخصوصا الحاجة اللي هي مش يعني لا تؤذي الآخر زي ما بيقولوا، بس هي تؤذي اللي جاي، فعشان كده يعني هي معنوية أكتر منها مادية، وربنا ما يرضاش بيها، لكن سمح، لأن برضو أخطاء الإنسان بإرادة حرة، والمجتمع الأمريكي دي من ضمن سلبياته للأسف يعني. وفي وقت سابق الجمعة صوت مجلس الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة بالموافقة على حرمان بايدن وغيره من السياسيين محاولة من طقوس التناول ردا على دعمهم لحقوق الإجهاض، وفقا لمجلة بلوتيكو الأمريكية.
تم الإعلان عن نتيجة التصويت 168 صوت مقابل 55، ده حاجات رأي يعني، ضد، وذلك بعد اجتماع استمر 3 أيام لمؤتمر أسقف الكاثوليك الأمريكيين، حيث قال مؤيدو هذه الخطوة أن هناك حاجة إلى توبيخ قوي لبايدن بسبب أفعاله الأخيرة التي تحمي وتوسع الوصول إلى الإجهاض، بينما حذر المعارضون من أنه أن مثل هذا الإجراء من شأن أن يصور الأسقف على أنهم قوة حزبية خلال فترة الانقسامات السياسية في جميع أنحاء البلاد. وبعد ساعات من التصويت، ده رأي الناس اللي بيقولوا كده يعني، وبعد ساعات من التصويت أدلى الرئيس الأمريكي باول بأول تعليق من هذا الشأن على هامش مؤتمر عقد مساء الجمعة للاحتفال بتوزيع 300 مليون جرعة لقاح، احنا عدينا 300 مليون، حيث قال بايدن هذا أمر شخصي ولن أناقشه ولا أعتقد أن هذا من الممكن أن يحدث بدوره. قالت صحيفة واشنطن بوست أن مجموعة مكونة من 60 من أعضاء مجلس النواب الكاثوليكيين الديمقراطيين أرسلوا بيان مبادئ إلى مؤتمر الأسقف الكاثوليك بالولايات المتحدة وحذروه من تسليح القربان المقدس دفاعا عن سياسات الرئيس بايدن. قال الديمقراطيون في البيان المرسل: نحن نسترشد بالتعليم الكاثوليكية مثل مساعدة الفقراء والمحرومين والمضطهدين والتأكد من منح أو من منح جميع الأمريكيين من كل دين فرصا للمشاركة في هذا البلد، نحن ندعم السياسات التي تشجع بدائل للإجهاض مثل التبني والتي تسهل على النساء تربية الأطفال مثل الرعاية الصحية وخدمات رعاية الأطفال، لأنه يجب توفير وضمان ديمقراطية علمانية وحرية دينية لجميع الأمريكيين. وحتى الديمقراطيون الأسقف في رسالتهم على عدم المضي قدما في حرمان المسؤولين المنتخبين ما استخدموش هذا السلاح من الطقوس على أساس سياستهم، قائلين إن تسليح القربان المقدس يعني استخدامه كسلاح سياسي للمشرعين الديمقراطيين لدعمهم للوصول للأمن والقوانين القانوني للمرأة إلى الإجهاض أمر متناقض، مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولين من الحزب الجمهوري يدعمون سياسات تتعارض مع تعاليم الكنيسة بما في ذلك دعم عقوبة الإعدام، وهو ما لم يقابل في الكنيسة أو لم يقابل في الكنيسة بمثل هذا الفعل. بدوري قال الأسقف دونالد هاينج من ماديسون بولاية ويسكنسن أنه يتحدث مع العديد من الأشخاص الذين يرتكبون من قبل رئيس كاثوليكي يقدم ما أطلق عليه أكثر أجندة راديكالية مؤيدة للإجهاض في التاريخ، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات أو إجراء من مؤتمر الأسقفة، وفي وقت سابق حذر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الأسقفة الأمريكيين من حرمان السياسيين من التناول، وحذر من أنه لا يمكن أن تستخدم الطقوس الكنسية كسلاح سياسي، ونصح بالحفاظ على الوحدة عند مناقشة قضايا الإجهاض، وأنه لا ينبغي أن يؤدي إلى الانقسامات. ده اليوم السابع، وده اللي هيحصل بالفعل، ده اللي يحصل بالفعل. الكنيسة ليست سلاح ضد أي سياسي ولا تتدخل في آراء الأمريكيين، لأن مش كل الأمريكيين كاثوليك، وهي عارفة هو رأي الكنيسة الكاثوليكية ورأي الكنيسة الإنجليكينية ورأي بعض الناس ورأي كل أغلب الأمريكيين أو أكتر من أقل من النصف أو أكتر من النصف على حسب أبيح القانون. في بعض الولايات تبيح وبعض الولايات لا تبيح، لكن هو في إباحة للإجهاض بمعنى العام، لكن في حاجات تانية يعني، في تبني الأطفال، في إنك تقول لك كمل الحمل وإحنا متحملين المسؤولية، في تشجيع على إنه ما يحصلش فيه إجهاض، لكن في الآخر خالص هو برضو أنا ضده لكن بالقانون. في ناس قالوا لا إحنا عايزينه، فيعني هو اللي نزله من بند الانتخابات هو برضو يعني ناس عايزة الحرية بطريقة صعبة شوي، وده اللي احنا بنقوله في المجتمع الامريكي. في كمان جاي كمان اسوأ من الاجهاض اللي هو الغاء الجندر، الغاء النوع، ودي مشكلة تانية يعني، ما فيش حاجة اسمها النوع ذكر او انثى، دي تبقى حاجة صعبة يعني، لكن يعني ربنا يسترها على المجتمع الامريكي ما ياخدش حريته اكتر من كده، لان الحرية الزيادة هتبقى سدوم وعمور. لكن احنا نأمل ان في ركب ساجدة في هذه البلد، في ركب بتعبد ربنا، في ركب بتتقي ربنا، في ركب بتساعد العالم، ورغم ان في حاجات تانية بتتاجر في العالم وسلاح العالم. امريكا ليست مؤسسة واحدة، امريكا ليست رأي واحد، امريكا اراء متعددة، لكن نتمنى دايما ان الخير هو اللي ينتصر، وان الاجهاض ده يلغى او في حالات مرضية بس يعني، يبقى في لي مبرر طبي، لكن ما يبقاش المبرر بالمزاج.
ما يبقاش بالمعنى ده ان اي حد عايز يتخلص من الجنين. لا، انا ضد ده، وان شاء الله تصدر قوانين تانية تبقى معارضة للتسهيل ده، خصوصا ان بايدن هو نفسه ضد ده، هو نفسه ضد ده، لكن ما يقدرش يمنع بقرار رئاسي يقدر ينزله تاني في الانتخابات ويشوف الآراء ايه، وربنا يسهل ان شاء الله بالقوانين اللي اتوافق عليها امبارح، ممكن ما توافقش عليها بكره. دي حاجة يعني مفروغ منها في امريكا، يعني حرية، طبعا حرية التعبير وحرية الرأي هنا يعني إذ بالمزورة. يعني في نهاية هذه الحلقة احنا لا يسعنا الا ان احنا قدمنا مادة ممكن تكون دسمة لحضراتكم، لكن هي تعبير عن كل ما يقال سواء في الإعلام المصري، في القرارات المصرية، يعني الآراء المختلفة، سواء آراء المحلل في السؤال أو آراء طارح السؤال، هي كلها آراء تهمك وتلم بكل جوانب الموضوع نفسه. السلفية مرفوضة تماما، أي فكر، أي فكر سلفي لأي دين معروف إن هو مرفوض. مرفوض ليه؟ مرفوض لأنه في تزمت، هو ضد الإنسان، ضد إنه يتقدم، ضد إنه يتحرر من عبودية نص معين أو فقه معين أو فكر معين. قال واحد أنت في غربلة، لو في حاجة بتميزك عن الآخر لا تميزك إلا بالجهد والعمل، وتبقى متواضع وتنكر هذا في إنكار للذات، وتاخد بايده كمان وتعمل له برنامج زي ما الدوله بتعمل لانها تساعد على الرقي بوظائف معينه، بحيث ان هي ما يبقاش تحت في المستوى المتدني. ودي هي طبيعه الدنيا وطبيعه الرقي، انك ترتقي بكله، ما ترتقيش بس بفكر واحد او اتنين والباقي يبقوا اعداء، كده انت بتخلق خصومه وبتبقى حاجه صعبه قوي. سلفيه عنصريه تمييزيه، اباحيه الاخر، عدم استقرار، عدم سلم اجتماعي، تواطؤ أي حد بصفة شخصية أو بصفة رسمية من الدولة مع هذا الفكر، هو بيودي بالدولة، هو بيودي بحياة المواطنين. زي دلوقتي القاضي الجليل بيحكم في قضية كان الضحية فيها شرطة وجيش، شرطة وجيش الدولة، يعني الضحية فيها الدولة، ممثله الدولة. طب انت عايز اكتر من كده ايه تاني؟ بيان ظاهر وواضح وجلي وعلني لكل الناس. نرجو ان احنا نكون افدناكم بهذه المادة، الى ان نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم، لكم من حوار ورسالة وقناة سيسات اجمل امنيات بالسعادة.